ناحيتين لو بتقدري انت تسجلي لو انت كنت بدي المحاضره انت صح؟ انا عملتها يعني سجلتها ودخلتيها بنفس على الفيديو نفسه؟ ادخلي على اليوتيوب شوفي اللي انا عملته وعملته بالزوم. طيب لما سمعتوا ان احنا هنشتغل النهارده على عقود الفيليك حد دخل قرا عنها اي حاجه؟ كويس انا عارفاكي بس فكريني باسمك. قريتي ايه او عرفتي عنها ايه؟ شاركينا معلوماتك. انا طيب بصي انا كنت جايبه الشوكليت علشان اشوف مين احسن ترجمه تمام. لا هو بعدين هي بوينو تمام وانا مش بهادي غير الحاجات اللي بحبها فبما انك قريتي فانت الوحيده اللي تستحقي الشوكليت على فكره يعني تمام. ممكن انا بصيت عليها تمام. انت بصيتي بس؟ طب اي معلومه؟ طب قولي لنا اي معلومه. طيب عموما احنا بعد كده ان شاء الله لو هنكمل مع بعض تمام تمام لازم الحاجات اللي انا اقول لكم تعملوها ضروري جدا جدا نعملها. ليه؟ لان انا مش بحب اقعد ادي خطط ما بحبش الشغل ده. انا بحب ان احنا نشارك كلنا مع بعض تمام. يلا بقى كده عشان ما نقعدش نلوم. نعم ما قريتي عنها؟ طب ما سمعتناش صوتك ليه؟ ابقى قلت لنا شكرا مع بعض. تمام اتفضلي. برافو عليكي. هايلة. انت قريتي عن الكلام ده بعد ما احنا قلنا هنشتغل على الفيديو؟ برافو عليكي. بص هو ده بقى اللي احنا بنعمله على مدار حياتنا كمتقدمين. انا بعرف ان انا عندي مثلا وثيقة بتتكلم عن تندر معينة في مجال معين. انا علشان اطلع الوثيقه دي صح لازم اقعد اقرا عن موضوع الوثيقه دي وابقى فاهم هم المصطلحات اللي بيستخدموها دي ايه. انا هحضر محاضره هنا فانا عارفه ان المحاضر هيتكلم عن الفيديك ما اروحش كده ابيض. ليه؟ عشان انا لما اقرا عن الموضوع هستفيد اكتر من المحاضر. هقدر اطرح عليه تساؤلات معينه ممكن تكون اصلا ما جاتش في باله فيا اما عنده معلومات عنها يا اما نبحث مع بعض ونستفيد اكتر. فده مهم قوي تمام. طيب عقود الفيديك دي تعالوا بس نشوف الاول مع بعض على مستوى العالم في مش هي بس عقود الفيديك هي العقود القياسيه اللي كل الناس بتعمل عليها نماذجها. في عندنا اللي هي بقى اول حاجه عقود الفيديك اللي هو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين اللي هو فيدريسون انترناسيونال دو انجينير كونسيل. ده اسمه اصلا بالفرنسيه لان اصلا اول ما تاسس الاتحاد ده كانوا ثلاث دول تمام هنتكلم عنهم دلوقتي. في عندنا كمان عقود معهد المهندسين المدنيين Institution of Civil Engineers. وفي عندنا العقد الهندسي الجديد New Engineering Contract. وفي عقد غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce. وفي عقد محكمة العقود المشتركة Joint Contract Tribunal. وفي عقد الجمعية الأمريكية للمعماريين American Institute of Architects. العقود دي هي اللي الناس على مستوى العالم بتصيغ العقود ايه اصلا هي الاستشارات او بتبقى بين مين ومين. انا عندي ثلاث اطراف دايما او في معظم الاحوال بيبقوا هم اطراف العقد ده صاحب العمل اللي هو المالك اللي هو الاونر او اللي هو الامبلوير وعندي الكونتراكتور وعندي الكونسلتنت او الانجينير اللي هو بيشتغل شغل الاستشارات واللي هو بيعمل تصميمات وغيرها من الشغل. الاتحاد الدولي علشان نعرف مين اصلا اللي صاغ العقد ده ومين اللي حط الصيغه بتاعته. مين اللي اسس الاتحاد الدولي ده في البدايه؟ زي ما احنا شايفين في البدايه خالص اسسته فرنسا وبلجيكا وسويسرا تمام؟ وبعدين انضمت لهم المملكه المتحده بعد كده بكذا سنه ودلوقتي في 80 دوله منضمين للاتحاد ده. الهدف منه في الاول كان ايه؟ دعم مصالح المهندسين الاستشاريين عبر العالم. ازاي؟ كان بيعقدوا مؤتمرات زي ما احنا بنعمل في الرابطه مثلا بيعملوا مؤتمرات وندوات ومناقشات الهدف منهم ان هم يعني يفيدوا بعض. تمام. مع مرور السنوات بقى بدا يشتهر بصناعه العقود القياسيه في صياغه العقود القياسيه لصناعه الانشاءات والهندسه. طب ايه هي عقود الفيديك اصلا؟ زي ما احنا متفقين زي المره اللي فاتت بنحب نعرف احنا هندرس ايه مع بعض.
عقود الفيدك هي معايير عالميه للاستشارات الصناعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقى هم عاملين عقد، العقد ده مقياس حاطين فيه، تعتبر مرجع لكل انواع المشروعات. اي حد عايز يعمل مشروع على مستوى العالم بيشوف ان الفيدك نموذج حلو جدا. ليه؟ لان هو عقد متوازن. يعني ايه عقد متوازن؟ زي ما احنا قايلين كده، تحدد مسؤوليات الاطراف وواجباتهم تحديدا ايه دقيقا، وتوزع المخاطر توزيعا عادلا. يعني العقد ده عقد متوازن. احنا عندنا مثلا في مصر كان شايع عندنا جدا العقود اللي هي اليد العليا، او اللي هي بيسموها في دول تانية، او عندنا برضو عقود الاذعان اللي هي اسمها adhesion contract. الشبكة وحشة لما الناس تنزل تجيبها. عقود الإذعان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عندنا مثلا الدولة هي اللي لها اليد العليا في كل حاجة، تمام؟ والمقاول هو اللي بيتحمل كل حاجة. دلوقتي هم بدأوا حتى في مصر، طبعا الفيدك مش مطبق في مصر، الفيدك مطبق في الأردن وفي أبو ظبي، تمام؟ لسه في السعودية بيناقشوا إن هم يطبقوه بسبب الانفتاحات اللي بتحصل والمشروعات اللي بتحصل عندهم. نفس الفكرة عندنا دلوقتي، بدأوا يناقشوا إن هم يطبقوا عقود الفيدك وبالفعل هتتطبق عندنا. ليه؟ علشان يدوا فرصة أكتر لإقامة مشروعات كتير، وعلشان المقاول لما يحس إن هو العقد وين وين، يعني أنا مستفيد والطرف التاني مستفيد، مفيش حد جاي على حقوقه، مفيش حد ما بيقومش بواجباته، بالتالي هيبتدي يبقى عندنا مشروعات اكبر، سواء عندنا سواء في السعوديه او في الدول اللي هي بتعتزم بالفعل. ليه احنا بندرس العقود دي دلوقتي؟ ان احنا هنشوف في الفتره اللي جايه عقود كتير. من احنا على مدار السنين اللي فاتت بنشوف كتير قوي، لكن في الفتره اللي جايه انا اطعم ان هتبقى في عقود كتير جدا مصاغه بناء على عقود الفيدك. هنا في مصر بيفكروا في عقد اسمه العقد المتوازن، هيبقى عقد الفيدك المصري، تمام؟ هيبقى شبه او شروطه تشبه شروط عقود الفيدك. لسه ما استقروش هيطبقوا ده بالفعل ولا هيطبقوا العقد المتوازن. وفي حاجه لازم تعرفوها، ان اي دوله بتطبق عقود الفيدك بتعمل عليها تعديلات بناء على القانون المعمول بيه او الواجب التطبيق عندها، لان العقود دي مصاغه بناء على القانون الانجلو ساكسوني، تمام؟ فاحنا القانون عندنا القانون المدني، فاكيد في احكام عندهم مش هتتطابق مع احكامنا، فبيحصل عليها تعديلات على حسب نوع المشروع وعلى حسب كمان القانون المطبق او المعمول بيه عندنا، تمام؟ اوكي. انتوا ممكن تقدروا تاخدوا البرزنتيشن نفسها. طب حاولي تشغلي الواي فاي. طب عادي مفيش مشكله، عادي. البرزنتيشن نقدر ناخدها منين؟ استاذ عبد الله ممكن اخليه يديكم عادي عشان ممكن تبقوا مش تصوري وتتعبي. اوكي ما تقلقيش. تمام. عايزه اسالك اتفضلي. يعني يندرج بقى تحت القانون المدني ولا لا؟ هو عقد قياسي. عارفه انت لما انا مثلا انا وانت عندنا شركه وفي بينا مشروعات كتيره قوي، فبدانا نعمل عقد. العقد ده بينص، هنشوف دلوقتي طبعا البنود كلها هنفهم العقد ده بينص على ايه. انا هيحصل بيني وبينك نزاع، طب اروح فين في النزاع ده؟ ده شرط من شروط العقد. هيحصل مثلا بينا في واجبات عليا انا متحملها، تدبين الواجبات دي، حاطين الحقوق. فلما الناس لقيت ان العقد ده متوازن جدا وما بيظلمش احد الطرفين ولا بيجي على حقوقهم، وموضح كمان ازاي طريقه تسويه النزاعات والتحكيم والتعويضات، تمام؟ بدأوا الناس حتى البنوك الدولية زي ما أنا كاتبة هنا بدأت تشترط. لما يجي أنا مثلا بقدم عايزة أخد قرض علشان أعمل مشروع بناء، اشترطوا إن من ضمن المستندات اللي بتتقدم يكون فيها عقد فدي. هنا في مصر كمان يعني لما يكون في مستثمر أجنبي هو جاي هيعمل مشروعات بناء لازم بيطبقوا عقود الفدي، تمام؟ يعني ده القانون طبعا. عقد القانون المدني. لا هو لا يندرج تحت القانون المدني، هو اصلا انجلو ساكسوني، لكن العقد نفسه لما بيجي يطبق في دوله شغاله بالقانون المدني بيبتدوا يعملوا تعديلات على عقوده. فاحنا هنستفيد ايه من دراسه العقد ده؟ ان احنا هنبتدي نعرف المصطلحات المستخدمه، هنبتدي نعرف الشروط نفسها والبنود نفسها، ونبتدي نفهمها مع بعض، وده طبعا هيفيدنا كتير. طبعا في كتب كتير، ده من ضمنهم الكتاب الاحمر والكتاب الاصفر والكتاب الفضي والكتاب الاخضر. دي كتب كتير قوي اللي احنا هندرسه مع بعض هنا هو الكتاب الاحمر، تمام؟ ليه الاحمر؟ الكتاب الاخضر بتاع الصديقي.
تمام. طبعا هو من اكثر العقود المستخدمه هو الكتاب الاحمر، اللي هو بيتكلم عن ايه؟ نموذج الشروط العقديه لمقاولات اعمال الهندسه المدنيه. اي اعمال هندسه مدنيه بيبتدوا يشوفوا ان الشروط بتاعه عقد الفيدك دي هي مناسبه جدا للمشاريع اللي هيقوموا اللي هم هينفذوا، تمام. وبموجبه بينفذ المقاول اعمال البناء وفقا لتفاصيل التصميم او التصميمات المقدمه من صاحب العمل. يعني صاحب العمل هو اللي بيعمل التصميم، انا صاحب العمل وشيماء المقاول، بعمل التصميم وديها لشيماء تبتدي تنفذ، تمام. ودور المهندس ايه؟ احنا قلنا في ثلاث اطراف، المقاول صاحب العمل والمقاول ومين؟ الاستشاري او المهندس، تمام. والمهندس بيبتدي يشرف بقى على المشروع ويقدر الاعمال، يقدر قيم المواد، يقدر، يبقى شغله هنا ايه؟ كونسلتنت، تمام. اتفضلي. طبعا مش لا مش بالضروره خالص، بالعكس هو معظم الاحوال بيبقى مكتب او شركه، تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض الجزء اللي انتوا ما ترجمتوش. احنا تمام، احنا محتاجين بقى مشاركه كده. هنبتدي من على اليمين، تمام. وفاء اتفضلي، شايفه كويس؟ طيب اوكي، اقراي من عندك. سيبك بقى من الاسم والكلام ده، هنخلينا على طول هندخل في الجزء الاول للشروط العامه. هتقراي لنا الانجليش والعربي، اوكي؟ لا احنا منزلين الفايل اصلا في على صفحه اللي هو نادي الترجمه، على صفحه ايفنت من كام، من شويه، من كام يوم، وعلى الواتساب. وعلى الواتساب تمام. المره اللي جايه هنكون محضرين اكتر من كده، تمام. اوكي اتفضلي. The contract and here I have to define the following words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them, except where the contract otherwise requires. تمام. A. لا خلاص احنا هنمشي فقره فقره عشان نقدر نركز على المصطلحات اللي احنا عايزينها. قولي لي واحد واحد بقى. يبقى التعريفات تاخد المصطلحات التاليه، المعاني المخصصه لها في العقد، ما بعد. طيب حد يطلع لي غلطه من الفقره دي؟ اتفضلي. لا طب تمام، انت هو ممكن نحطها هنا عادي، بس انا قصدي هل مفيش، مش المفروض نقول تعريفها؟ تمام. وكمان طب احنا بقى هنا بنتعلم ايه؟ انا لما اكون مركز وانا شغال على المقارنه، ده اسلوب المقارنه. احنا هنا بنتعلم مع بعض التدريب الذاتي على الترجمه. دلوقتي انا معايا نص اهو، تمام. انا قريت كده الانجليش ورجعت قريت العربي، انا عيني لقطت ان في غلطه، تمام. ده علشان انا مثلا يعني متمرسه شويه في الموضوع. طب انت ممكن تعديها عادي، انا ما عنديش مشكله خالص، تمام. لكن انا حبيت اركز عليها برضه، تمام. طب نشوف بقى هنا الترجمه. تاخذ الكلمات والمصطلحات التاليه، المعاني المخصصه لها في هذا العقد. نركز جدا عشان انا هحتاج صياغه ثانيه للجمله. نحاول، احنا كده عندنا المعنيين اهو، عندنا الانجليش وعندنا العربي، هنحتاج صياغه ثانيه. هنشوف مين هيطلع لنا بصياغه ثانيه. كما ورد تعريفها فيما بعد، ما لم يقتضي السياق غيرها. unless او except من ادوات الاستثناء. لا بس يعني وير يعني اصلا محلها ايه؟ except وير يعني الا عندما او حيثما كده. لا يعني بحس يعني اقصد لا مكان موجوده في مكان معين في العقد، هنا مش مكتوب. لا شرط ما لا ينطبق، ما هي هتبقى موجوده بمكان في السياق؟ مش عارف مثلا. لا بس هي ده اسلوب مستخدم فعلا في الليجل، ان احنا بنقول unless مثلا the context otherwise wide requires، تمام. او بنقول اكسبت، نفس الفكره نفس المعنى، دي من ادوات الاستثناء، تمام. طيب نركز كده في الصفحه تاني. الصرف الانجليزي اصلا اه. لا بس على فكره الانجليزي بقى فيه بيبقى فيه ساعات اخطاء. لا احنا عايزين مشكله في الطرد، خلاص طلعناها، طلعناها بالفعل. تقدر تصيغ يا عمر بطريقه مختلفه؟ طيب مين يقدر يصيغ عادي؟ ايه المشكله؟ مين يقدر يصيغ بطريقه مختلفه؟ طيب دي احنا بنشتغل دلوقتي على التعريفات، صح كده؟ نقدر نقول تعرف، تمام؟ تعرف الكلمات والمصطلحات التالية، خليكم معايا، تمام كده؟
بالمعاني المخصصه لها. اهو ان ذيس كونتراكت، خلينا دلوقتي المفروض ان احنا نقول في هذا العقد، دي لوحدها ما بنسيبهاش، لازم نكتب هنا في هذا العقد. تعرف الكلمات والمصطلحات، كمان هي اكسبريشنز هنا بنقولها تعبيرات، نخلي بالنا بقى من الحاجات دي. تعبيرات. مين واخد باله من حاجه اشتغلناها مع بعض المره اللي فاتت؟ هير اند افتر، الناس اللي ما كانوش موجودين. المره اللي فاتت شرحنا هير اند وهير وهير اوف والكلام ده. بصي انت لو ركزتي بس في الطريقه، هو انا عارفه معناهم كتير، هم قد ايه برضه لازم اتاكد. هير قد ايه؟ تمام. انت كونتراكت، برافو عليكي. انا كل ما بشوف، بصي يا شيماء في طريقه سهله احنا عملناها اللي هي كده هير انا، تمام. انا كل ما بشوف هير بالطريقه دي، سواء هير ان افتر او هير ان او هير اوف او هير تو، تمام، بعمل ايه؟ بفصل الكلمتين عن بعض، تمام، واجيب دي هنا ان هير، مع الوضع في الاعتبار ان هير هنا اصلا معناها ذس. يبقى انا لما اجيب ان هنا هيبقى ان ذس كونتراكت، تمام. ليه قلت كونتراكت؟ لان انا دلوقتي سياق شغلي على عقد، سياق شغلي انا بشتغل في عقد، وهي بتشير للوثيقه اللي انا شغال فيها. This document عموما ايا ما كانت نوع الوثيقه، تمام. يبقى انا لما افهم العلاقه دي، الكلمات دي من ضمن الحاجات اللي كانت بتلخبطنا اول ما بدانا اشتغلنا. طب انا لما اعرف ان هير معناها ذس زي ما قلنا، تمام، وان انا اجيب اي بريبوزيشن بيجي بعدها قبلها، هبقى فاهم، وانا فاهم انها بتشير للوثيقه اللي انا شغاله على الموضوع، كده العلاقه بتبقى ابسط، صح؟ اتفضلي. Yes, to this contract. تعالوا ناخد مثال، اتفضلي. طب قول. هير ان لسه هنقول دلوقتي حاجه هقسمها لكم، انا بس جبت الابسط، اتفضلي. لما نيجي نترجم من العربي للانجلش، انا مثلا يعني في الكليه لما كنت بقرا ساعات كنت بقرا افهم المعنى الصحيح بتاعها، تمام. بتقراي انجلش ولا عربي؟ تمام. لما نيجي من العربي للانجلش بلاقي نفسي كتبت كلام سيمبل عادي جدا، ما فيهوش الكلام ده. مش معنى كده ان انا ممكن اقول ببساطه انا بضيع عن الحته اللي فيها انجلش كونتراكت او كده، عادي، وتقدري تقولي ان ذس كونتراكت عادي، مش انت مش ملزمه باستخدام، لما تيجي تنقلي من عربي لانجلش انت مش مستخدم، مش ملزمه باستخدام هيران. ايوه، انت مش ملزمه باستخدام، طالما ليها معنى ايكويفالنت مظبوط جدا يبقى انت خلاص مش شغاله ان ذس كونتراكت. ما هو انت مش ده هتعمليه باي براكتس. يعني انا دلوقتي مثلا بشتغل اقول ان ذس كونتراكت او هيرن، وهبقى عارفه ان ده نفس الايكويفالنت، لكن في حاجات تانية ملهاش الايكويفالنت ده، فما اقدرش ان انا اشيلها. زي ما قلنا قبل كده المره اللي فاتت اعتقد عن اللاتين تيرمز، اللي هي المصطلحات اللاتينيه اللي بنلاقيها في المستندات القانونيه. انا ليه عملت مبحث كامل عنها في كتابي؟ عشان احنا مش هنعدمها، طول ما احنا بتجيلنا عقود فيها المصطلحات دي لازم نبقى عارفين معانيها، ولازم كمان نستخدمها من عربي لانجليزي، لان ممكن جدا المصطلح مثلا معين لاتن ملوش الايكويفالنت الدقيق جدا في الانجليش، فببقى مضطره ان انا لازم هستخدمه، صح كده؟ فانت باي براكتس هتبتدي تشوفي انا كده اللغه بتاعتي. وبعدين انا دايما اقول في الليجل بالذات ما ينفعش ترجم عربي انجليزي الا لما اكون ترجمت انجليزي عربي. ليه بقى؟ انا مثلا لما كنت بشتغل العقود، انا بشتغل عقد بيع، اشتغلته كذا مره من انجليزي العربي، هاجي ترجم عربي انجليزي انا خلاص عارفه البنود وعارفه الصيغه وعارفه هم بيقولوا ايه لما يجوا مثلا يتكلموا في حاجه معينه، السيل هنا البرشيز البرشيزر السيلر، الكلام ده كله لازم ابقى انا مريت عليه الاول من انجليزي العربي عشان ابتدي ترجمه عربي انجليزي. طب انت كنت قايله ان انت ما ترجمتيش خالص قبل كده ليجل؟ انا بعتبر برضو ان التست قياس مستوى مش معيار.
مجرد قياس مستوى، بيشوفك لو اتحطيتي في موقف زي ده هتعملي ايه. واكيد هو بيقيس بناء على حاجات معينه مش بناء على الليجل لانجوج عندك، والا هو ما دام عارف ان ما عندكيش ليجل لانجوج مش هيحكم عليكي اكيد. فاهماني؟ تعالوا بقى نشوف here and after. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنفصصها ازاي دي. كده احنا عندنا مش ان بس، احنا عندنا ان وافتر، تمام؟ هتبقى here and here in this، هنا بقى sorry in this contract. هنا بنضيف بس حاجة، سيبكم من دي خالص. after this sentence تبقى في عقلي كده in this contract. نخلي بالنا الجملة دي او اللي هي الـ here and after و here and والحاجات دي مش هنعدمها في أي عقد. كل عقد في بدايته هيقول لنا the parties referred to here and after، الأطراف المشار إليهما فيما بعد وما شابه بقى من سياقات. فلازم نفهمها. أنا عندي هنا here اللي هي معناها this، وعندي in اللي هي بنحطها هنا، وطبعا كلمة contract أو document أو غيره يبقى in this contract. طب عندي after، after ايه بالعقل وبالمنطق؟ هو قصده ايه وهو بيتكلم؟ after this، after الحته اللي احنا واقفين فيها دي، تمام؟ في هذا العقد، تمام؟ يبقى لما يقول لي زي ما شايفين احنا الجمله هنا as here and after defined، يعني حسب التعريف الوارد لها فيما بعد، as here and after defined، تمام؟ زي ما عرفناها تحت، زي ما اتكلمنا عنها في اللي جاي ببساطه شديده جدا. يبقى لما يقول لي in this contract، في هذا العقد، وهنفتح الكوز زي ما قلنا المره اللي فاتت. مين اللي كان موجود؟ لما اكون بترجم في بدايه شغلي بحط الجمل المقيده للمعنى في البدايه، في مكان ما لقيتها، مش في البدايه، في مكان ما لقيتها، تمام؟ يبقى انا لو هترجم اول مره بترجم، تمام، المفروض ان انا احط الجمله زي ما هي. انا اقدر اغيرها مكان ما انا عايزه، عشان انا عارفه ان انا زي ما انت بتقولي مش هغير المعنى. من شويه بتقولي لازم نحطها هنا، فلا، هو لو ضامن ان هو مش هيحصل اي غموض او لبس مفيش مشكله، تمام؟ طب in this contract، في هذا العقد، as here and after defined، وحسب التعريفات الوارده ادناه، the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned. assigned انا لما بدي معنى الحاجه او بعرف الحاجه او بحط قدامها معنى وبقول assign او ايه؟ ascribe. تمام؟ اسكرايب نفس assign، احنا هنفهم مع بعض. شايفه assign دي ممكن نقولها بدلها، ممكن تشوفيها في سياق تاني ascribed، تمام؟ فهيبقى نفس المعنى ده، اوكي؟ to them except where the context otherwise required. نفهم كده بالعاميه وبعدين نبتدي نصيغ. في هذا العقد وزي ما متعرف تحت، تمام كده؟ انا بفهم كده، زمان جدا كنت ما بفهمش غير كده. بقرا الانجليش واصيغ الكلام في دماغي باللغه اللي احنا بنتكلمها وابتدي اصيغ، تمام؟ المرحله دي تعديتها طبعا وبدات اقدر اصيغ على طول باي براكتس، تمام؟ فمن ضمن تبسيط الامور هنتكلم كده. The following words and expressions shall have the meanings hereby assigned. تعرف الكلمات والتعبيرات التاليه بالمعاني المبينة، بنقولها دايما وبنشوف صيغة دايما في العقود، المبينة قارين كل منها، يعني المبينة أمام كل منها، تمام؟ assigned to them، المبينة لكل منها except where the context otherwise requires. except هنا من أدوات الاستثناء اللي زيها بالظبط زي ما قالت سوها unless، ودي مستخدمه بكثره في الترجمه القانونيه وهنتعرض لها كتير واحنا شغالين. وده بتستثنى شيء من شيء، يعني انا دلوقتي بقول ان هي ده التعريفات المحدده للكلمات دي، الا لو السياق اللي قدامك قال كلام غير ده، الا لو السياق اللي قدامك خلاك مضطر تستخدمها بطريقه او باخرى، تمام؟ يبقى نقول بقى الترجمه ليها. تعرف الكلمات والتعبيرات الأول في هذا العقد، نفتح قوس، وحسب التعريف التعريفات الواردة أدناه،
تعرف الكلمات والتعبيرات مصطلحات دايما بتيجي terms، فانا دايما احب افرق بين expressions اللي هو مجرد تعبير وterm مصطلح. تمام، ادناء او في ما يلي. تمام، بالمعاني المبينة لكل منها. ما لم يقتضي السياق غير ذلك. كلمة يقتضي من ضمن الحاجات اللي كنت دايما بغلط فيها جدا وانا في بداية شغلي، وكنت بكتبها ما لم يقتضي، مع اني عارفة ان لم يعني جازمة، ومفروض ان احنا بس من ضمن الحاجات اللي انا معرفتها ما خدتش بالي منها، يعني انا قعدت اترجمها كتير كده ما خدتش بالي منها الا لما جات لي فيدباك من عميل ان احنا مش المفروض نحط ياء هنا. فده اللي بقول لكم عليه، ان احنا على مدار السنين هنفضل نتعلم، والفيدباك فعلا مفيدة جدا في حاجة زي ديت، ان هي بتدينا هانس لحاجات احنا بنكتبها عادي وممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. تمام، تعالوا بقى نشوف لا عايزة بس اشرح للناس اللي ما كانوش موجودين ونذكر الناس الموجودين بالشال. شايفين شال هنا في الجملة؟ احنا قلنا تعرف واستخدمنا ايه؟ مين اللي كان حاضر المرة فاتت ومستفيد؟ وفاء، صح؟ وفاء انت اللي قلتي مضارع ولا مين؟ تمام، برافو يا صح. احنا استخدمنا الفعل المضارع لان الفعل المضارع هنا شال. احنا المرة اللي فاتت مين الفاكر اللي احنا قلناه عن شال المرة اللي فاتت؟ اتفضل. طيب، برافو. والالزام الفعل المضارع، احنا في مشكله يا ريت تشوفوا المحاضره بتاعت المره اللي فاتت عشان تقدروا تكملوا معانا، بس كهنت سريعه جدا كده، احنا كنا بنقول ان شال فيها اراء، في ناس بتقول ان هي ما ينفعش اصلا تستخدم في الليجل لانجوج، تمام، وفي ناس بتقول ان هي لازم تستخدم في الليجل لانجوج. في تاني مشكله ان احنا لما نستخدمها نترجمها ازاي؟ نترجمها يجب بالظبط ولا ينبغي ولا ولا ولا. تمام، فاحنا طلعنا من الدايليما دي بان احنا عندنا هم ليه بيتكلموا عندهم مشكله ان هم بيقولوا انها لا تعني الاستقبال، تمام، وانها مش بتدي الزام، عندهم كذا مشكله معاها. احنا عندنا فعل في اللغه العربيه اللي هو الفعل المضارع، زي مثلا تعرف، الفعل ده بيدللنا على الحال والاستقبال، وفي نفس الوقت بيديني معنى الالزام. تمام، سيبكوا بقى من المناقشات الكتيره اللي انا شرحتها المره اللي فاتت عشان مش كل مره نقولها، واعرفوا ان احنا لما بيجي لنا شال في الجمله بنستخدم الفعل المضارع اللي بيدينا المعنى المطلوب في الجمله القانونيه بالظبط. تمام، نقدر كمان من ضمن الحاجات نقول لو احنا مثلا عندنا جمله زي دي، احمد shall open the office by 8 a.m. احمد، انا جبت لكم جمله بسيطه جدا ممكن ما تشوفوهاش في اي عقد بس من عادي، احمد shall open the office by 8 a.m. لنفترض ان احمد مثلا شغال في مكتب، فهو كده بيقول ان انت ايه ده في اللغه القانونيه shall means، بعيدا عن الخلافات بقى لو دورنا في اي ديكشنري، shall means obligation. يعني ايه obligation؟ يعني الزام. يعني احمد عندي كده ملزم ان هو يفتح الباب الساعه 8 الصبح، يفتح المكتب 8 الصبح. هعبر عنها ازاي؟ يفتح احمد الباب، تمام، او في الثامنه، سوري طبعا ده المكتب، صباحا. تمام، طيب اقدر اقول ايه تاني؟ يجب عليه، غلط، ما ينفعش اقول يجب عشان يلتزم، ما هو الفعل اهو بتاع الالزام، تمام، يلتزم احمد بان. طبعا دي صيغه طويله شويه بس عايزه اقول لكم ان احنا بنضطر لها جدا، هي صح، دي صحيحه، انا بقول لكم ايه الصيغه الثانيه الصحيحه بدل الفعل المضارع، علشان على احمد ان يفتح الباب. لا غلط، ما ينفعش نقول لا يتعين ولا يجب يتعهد، دي بنقولها لما يكون في مثلا بند الاندرتيكنجز وفي تعهدات عليه، لكن ده الزام عليه. تمام، فعندنا مثلا لما بيجي الجمله او الفقره صعب مش مصعبه عليا استخدام الفعل المضارع، اقدر استخدم يلتزم احمد وهتبقى صحيحه تماما بان يفتح
على احمد لكن لا اقول يتعين ولا اقول يجب ولا ادي ما ولا ادي شال فعل من الافعال اللي ملهاش دعوه بيها خالص، يلتزم ده فعل من اصل الجمله عشان كده صحيح. تمام. وعلى الزام بتاعه ايه قانوني، ما احنا هنلاقي حاجات كتير قوي يعني، احنا بنلاقي وما زلنا بنلاقي. طب مثلا كلمه damages، كلمه damages مثلا على سبيل المثال، نقف تاني هديك بس مثال على الحاجات اللي احنا نفسنا بنلاقيها كتير غلط، بس الصح صح مش مشكله خلاص عشان ما تفتكيش نفسك خلاص. اوكي تعالوا كده نشوف مع بعض مثال بسيط جدا على اخطاء كتير جدا بنشوفها مع بعض، كلمه damages وكلمه damage. دي مش دي، دي معناها تعويضات، ودي زي ما هي كده بنفس الصيغه دي معناها اضرار. تمام. شوف بقى كميه العقود اللي مستخدمين damages بمعنى اضرار. The damages incurred by كذا. لما تيجي تبص في اللغه الانجليزيه ما فيش حتى الامريكان ولا بتشوف اي حد بيقول لك ان damages دي معناها اضرار. ده غلط، غلط من مين؟ الكاتب. اوكي بالنسبه لي انا بتكلم على القواعد، ما عنديش مشكله ان انا الاقي الكاتب. طب evidences، في حاجه اصلا اسمها evidences؟ مفيش، هي evidence، مفيش الاس دي اصلا، هتلاقيها كتير برضو وغيرها كتير قوي. لو قعدت اقول لك على الامثله والحاجات اللي انا حققتها وتبص في الديكشنريز وتبص في المونولينج وكل حاجه هتلاقيها كده. تروح على العقد ايه ده، بس خلاص بس هو النت كان فيه مشكله كل شويه يتحمل. لا خلاص احنا نحذف بقى ما تعبش الناس معانا. تمام فهمنا كده. فكون ان انا الاقي الحاجه في مكتوبه مثلا او مستعمله او الكلام ده مش معنى ده ان هو صحيح. انا اخد كلمه مني مثلا مش معنى كلامي برده هو اللي صحيح، واروح اتحقق منها. زي ما انا قلت المره اللي فاتت ان مش دايما كل الكلام اللي انا هقوله هو اللي صح، انا بجتهد فبقول اللي انا اجتهدت بيه. ممكن حد فيكم يجتهد ويروح يدور بعدي ويلاقي ان كلامه هو اللي صح. مثلا انا كنت كاتبه المره اللي فاتت على ما اعتقد leaves او اليف. تمام. وانا جايه بقرا في الموبايل اشوف انا عامله لكم نص شكله عامل ازاي، لقيت انها مكتوبه غلط، دي غلط. اول ما وصلت في حد كان قاعد ورا هنا وقال لي leaves مش بتاخد ايه، ان اصلا مفيش حاجه اسمها leaves. تمام. فاهو احنا بنعدل على بعض، وكل واحد فينا يبقى عنده مثلا حاجه بيوصلها، انت ممكن تدور تبحث تلاقي حاجه افضل من اللي انا قلتها. تعالوا نشوف الجمله اللي بعد كده عشان نشوف مين الامبلوير، مين شاف لها قبل كده حاجه غير رب العمل؟ صاحب العمل. تمام. رب العمل صحيحه برضو. تمام. ما هي ايفيدنس ادله وايفيدنس دليل، مفيش اس بالظبط. يعني هي لوحدها كلمه بتدل على الدعم، لا تجمع. في دليل واحد. تمام. وادله ايفيدنس برضه. دليل واحد ايفيدنس برضه. السياق هو اللي هيوضح بقى احنا بنقول دليل ولا ادله. دليل ولا ادله، ممكن يبقى عندي ادله. تمام. ما هو ايه المشكله، ما هو احنا بنتكلم دلوقتي احنا بننقل مثلا من عربي الانجليش، وانا عايزه اقول دليل هقول ايفيدنس، عايزه اقول ادله هقول ايفيدنسز ايفيدنس سوري هقول ايفيدنس برضه. مفيش اس زي اكويبمنت وزي هيد كوارترز. يعني انا لما اكون عايزه اقول مقر الشركه هقول هيد كوارتر، هيد كوارترز هي كلمه اصلا هي شكلها كده ما بتتغيرش. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان اصلا، ما هي الكلمه التي اللي ما فيهاش جمع خلاص ما بضيفلهاش لا ا ولا ان ولا الكلام ده خلاص. pieces of. اوكي تمام تمام. اه ممكن جدا طبعا. لا عموما ده انا ذكرت كلمه دامج ودامجز عشان بس اوضح انت قلت لي اسمك ايه لمحمد، ان احنا بنلاقي اخطاء كتير جدا في العقود وبنبقى عارفين ان ده خطا بس في الاخر احنا فاهمين خلاص. طبعا انا سنين كتير جدا بنشتغلها اضرار وتعويضات لحد ما تحققنا، ولحد النهارده مع كل السنين دي هتلاقي ان في حاجات بنشتغلها وهي غلط واحنا مش فاهمين، بس احنا بنشتغل على قد ما بنعرف وعلى قد ما بنبحث. فده كان سبب ذكر الكلمات دي. تمام.
تعالوا بقى نشوف مع بعض employer means the person named as such in part 2 of these conditions and the legal successors entitled to such person but not except طبعا but not المفروض ان not any assignee of such person ونفتح قوس هتلاقي بقى اللي هو ال except with the consent of the contractor دي اسمها ايه عشان ما نحتارش ونحس ان في هنا كلاكيع لما بنقسم الحاجة ونحللها تحليل منطقي بتبقى سهلة قوي جملة اعتراضية او جملة مقيدة للمعنى هو ماشي كويس خالص وبيقول لنا الامبلوير رب العمل او صاحب العمل مين صاحب العمل عشان نبسطها على بعض انا دلوقتي عندي عايزة ابني شركة عايزة ابني مؤسسة عايزة ابني برج عايزة ابني اي حاجة انا صاحب العمل هجيب مقاول عشان يبني لي ويعمل لي اعمال التشييدات دي وهيبقى عندي مهندس المهندس ده دوره هيبقى ايه هيشرف على البناء والتشييد التصميمات والتشييدات والحاجات دي كلها العقد ده بيننا احنا الثلاثه ودي شروطه كل عقد او معظم العقود بتبقى بادئه ببند التعريفات انا ليه بدات معاكم النهارده ببند التعريفات عشان المصطلحات دي هنعرفها مع بعض انا كنت متخيله ان انتوا هتكونوا عاملين كلوسات تخيلوا بقى انا حلمت بايه تمام المره اللي جايه باذن الله انا هحدد لكم بقى برضو بنود معينه محتاجين نركز عليها تمام فبالتالي احنا كل ما بنعرف بناخد المصطلحات من التعريفات انا ما بعملش اي عقد بشتغله الا لما ترجم التعريفات عشان التعريفات هي اللي تخليني عارفه اقول ايه على الاطراف تحت تمام كده اتفضل ده قبل البودي نفسه هي ما هي بند من بنوده يعني انت لو شفت الترقيم بتاعها ده بند التعريفات بالظبط هيقول لك مين ما هو مين صاحب العمل مين صاحب العمل في العقد ده تمام كده مين المقاول هنا ما هو في مقاولين كتير فهو هنا لما يقول لك المقاول بيحدد لك مين المقاول في العقد اللي معانا ده تمام كده employer means that person named as such in part 2 of these conditions اهو بيقول لك يقصد به الشخص المسمى بذلك في الجزء الثاني من هذه الشروط part 2 طبعا دي لو في حد مش عارفها دي Latin numbering بتبتدي كده i 2i 3i عارفينها iv وهكذا وتستمر بقى تمام جدا تمام في الجزء الثاني من هذه الشروط تمام and the legal successors in title وعمل لنا تحت هنا تعالوا نشوف مع بعض الفوت نوت اللي هو عاملها قبل ما نكمل انا مش عارفه ده طب اوكي كويس جدا رب العمل ده اللي هو صاحب المشروع تمام حتى لو مؤجر للارض ما يخصناش ما انا ممكن اجر ارض واجي اقول لك تعالي انت المقاول ابني لي عليها فصفته دي مش مهمة بالنسبة لنا المهم ان هو اللي assigned me ككونتراكتور عشان اعمل له المشروع ده تمام كده هنا المترجم بيوضح لنا من ضمن الحاجات اللي ناس كتير جدا بتتبعها في الترجمة لما يكون السياق مش واضح ان هو يعمل اللي هي الفوت نوتس تمام تعالوا نشوف قايل ايه ترجمته here by assigned الى المعاني المخصصة لها بدلا من المعنية بها ما لناش دعوة دي كانت في الجملة اللي فاتت ترجمته legal successors in title الى خلفائه القانونيين في هذه الصفه لان الخلف في القانون المصري قد يكون خاصا طبعا احنا عندنا في القانون المصري هنفهم يعني ايه اصلا خلفائه في الملكيه والمحال اليه خلفا خاصا تعالوا نفهم مع بعض هو ممكن بصي هو بدأها ازاي نجمة نجمتين ثلاثة ممكن يستمر بقى ممكن نبتديها واحد اثنين ثلاثة على حسب عادي تمام مين هما الـ successors legal successors in title شكله كده مصري ايه اللي حصل لا وانا كمان حرانة بس مش عايزة اتكلم صراحة تمام تمام
لا عادي عادي ولا يهمك. تمام خلاص هنرجع تاني. مين هم الليجل سكسسورز ان تايتل؟ هو هنا ترجمها لنا الخلفاء القانونيين في هذه الصفه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا رب العمل وجيت خلاص انا بعت الارض وبعت الدنيا دي كلها ومشيت وبقى في رب عمل تاني، ده بقى الخليفه بتاعتي، هو كده بقى خليفتي القانوني، هو كده اللي عنده صفه رب العمل. رجع حددها لنا بقى، شوفوا خلوا بالكم ان الجمل المقيده للمعنى دي مهمه قوي في الترجمه القانونيه. ليه؟ لانها بتحدد لي حاجات مهمه قوي، لو انا ما خدتش بالي وانا بترجم ممكن اضيع الدنيا. ولا يقصد به، تمام، المحال اليه من هذا الشخص. نفهم يعني ايه المحال اليه لما نعرف يعني ايه حواله الحق. انا دلوقتي عندي اجريمنت او عندي عقد، فبعمل حاجه اسمها اساينمنت، تنازل. لا دي بقى حواله حق، انا بحيل حقي. تمام انا طبعا في مدام ليجل هو معناها حواله حق. ده المعنى الادق ليها. يعني انت عندك مثلا نقل ملكيه ترانسفير، حواله الحق اساينمنت. تمام احنا بنعدي حاجات كتير جدا وبيتعدى لنا حاجات، ودايما اقول ملفات بتعدي بستر ربنا والله. تمام فهنا عمل ده، يبقى هو هنا حدد لي ايه؟ ان لا دول الخلفاء في القانونيين في الملكيه دول مش المحال اليهم. تمام كده. ايه فايده بقى الجمله الاعتراضيه؟ اساينمنت، هي بس كده اساينمنت بتسال حواله حق. والاسايني اللي هو هنا لما نشوف مع بعض هنا اني اسايني المحال اليه، تمام، من هذا الشخص. الساينر المحيل، لما نشوف طبعا المصطلحات دي نسجلها، المحيل الساينر، المحال اليه اسايني بالظبط كده. تمام المحال اليه خط مش تمام خالص. لا ده اسايني، انا بديكم معلومه اضافيه، ده هو اسايني بس of such persons. تمام انا استفدت ايه من الجمله اللي بين قوسين لما اجي افهم الجمله، لما الجمله اللي بين قوسين الا بموافقه المقاول. تمام يعني هو مش ما يقصدش بيه المحال اليه اللي هو المحال اليه، لكن لو المقاول وافق على ده خلاص. ايه هنستفيده برضو من دي؟ ان لو وقفنا قدام محكمه، تمام، المحكمه هتيجي تقول له لا انت قايل الا بموافقه المقاول وانت وافقت. وبالمناسبه الموافقه دي لازم تبقى written، لازم تبقى كتابي. المحال اليه اسايني، اتنين ايه في الاخر. اكيد اكيد طبعا. المره اللي فاتت تمام. إذ المرة اللي فاتت قلنا إن إذ entitled to بيبقى مستحق لفلوس، حاجة مالية أو تعويضات أو حاجة زي كده. لكن برضو زي ما لسه بقول مش دايما هتشوفيها في كل السياقات كده، لكن ده المعنى الدقيق بتاعها، لمبلغ مالي تعويض أو ما شابه. تمام لكن has the right to الحق عموما. يعني زي مثال، مثلا هقول مثال على دي ومثال على دي. مثلا احنا بنتكلم في سياق الانشاءات، خلينا نقول مثلا the contractor has the right to enter the property. تمام هنترجمها ازاي؟ دخول البروبرتي هنا عقار مثلا، عقار هو طبعا معناه ملكيه بس نقصد هنا بالسياق ده عقار. يبقى يحق، has the right to، يحق للمقاول دخول العقار. ناخد مثلا مثال على is entitled to شيماء، is entitled
to مثلا a legal compensation of AED مثلا 100,000. شوفي بقى مين هيديهم لك. تمام؟ شيماء يعني تستحق، هنترجمها ايه؟ تستحق شيماء تعويضا قانونيا وقدره 100,000 درهم اماراتي. تستحق لها الحصول على، بس مش كتير قوي، ما هي نفس المعنى، بس هي تستحق. تمام؟ انا جبت كلمه واحده لمت لي الدنيا دي كلها. بالضبط، هي لها مستحقات. هي هنا التعويض ده بقى بالنسبه لشيماء ايه؟ دي مستحقاتها. تمام كده؟ يحق لي، هترجمي إذ انتايتل تو يستحق، بس زي ما باكد ان السياقات ممكن يجي لك إذ انتايتل تو بمعنى يحق لي، لكن احنا بنعرف الصح، احنا بنعرف الصح مين اللي هيحكم ومين اللي هيخليك تترجم السياق. تمام؟ بالظبط بالظبط. تمام تمام. ممكن ايه نكمل الظهر اذن اصلا؟ اوكي خلاص، ناخد بريك ونرجع. تعالوا نبتدي بقى علشان احنا هنشتغل لواحده ونص في الملف ده، ومن واحده ونص لاثنين هتبقى الاسئله، صح كده؟ اه اوكي تمام. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الليجل سكسسورز انتايتل. تمام؟ وانا لخبطتها لكم، قلت لكم ان ده الخلف الخاص، او انا قلت لكم ايه؟ حد فاكر؟ اه ليجل الخلف اللي هو في الملكية. تمام. والتاني المحال. المحال. طيب. تمام. انا رجعت بحثت تاني لان انا حسيت ان انا لخبطت المعلومة وجبت لكم الخبر اليقين. تعالوا بقى مع بعض كده نفهم انتوا بتتقال قبل الفاصل. تمام؟ مين هما الليجل سكسسورز انتايتل؟ تمام. في القانون المصري عندنا خلف عام وخلف خاص. تمام. الخلف العام هم الورق. الخلف العام هم مين؟ الورقه اللي هم بيتقال عليهم الخارج. تمام. الخلف الخاص بقى هم من ضمنهم المحال. ده المحال ايه؟ تمام. طيب ايه هي حوالة الحق اللي هتوصلنا ان احنا نفهم برضه يعني ايه خلف خاص؟ حوالة الحق اللي هي قلنا عليها قبل الاساينمنت. تمام. دي عباره عن عقد بين دائن ومدين. تمام. بيتنازل بموجبه المدين للدائن عن حق. انا مش عايزه اوسع لكم الامور قوي، دي طبعا امور قانونيه لكنها مهمه كليجل باك جراوند تفهمنا احنا شغالين على ايه. تمام. الدائن اللي هو البريميتر، والمدين اللي هو بيتر. تمام. في العلاقه دي نعم يعني لا ده ممكن يبقى حاجات كتير قوي. ده بيبقى ممكن مثلا حد خد خلف خاص بعقد هبه. تمام. عقد خاص بالرهن. عقد خاص بالتنازل عن بعد ملكيه مثلا. فالخلف الخاص بيتشعب، ما نقدرش نقول مثلا عليه لفظ معين. تمام. هو قال لك والمحال اليه خلفا خاصا، يعني المحال اليه من ضمن الخلف الخاص. تمام كده. هنا في العلاقه دي بين الدائن والمدين مين اللي بيحاول بيتر؟ بين العلاقه بين الدائن والمدين، المدين هو اللي بيحيل الحق. تمام. يعني انا دلوقتي عليا فلوس مثلا، قلت لي اسمك زينب، انا عليا فلوس لزينب، انا المدين وزينب هي الدائن، انا الدكتور وهي الكريديتور. تمام كده. لما انا هاجي احيل لزينب حقي، طب انا المحيل وزينب ايه؟ المحيل ايه؟ هنا ده اسايني. انتوا هتحسوا ان المعلومات كتير، لكن طول ما احنا شغالين مع بعض وبنترجم مع بعض كل ده هيتلم في الاخر في محاضره نصفصف فيها كل اللي درسناه. تمام؟ دي انا المحيل اللي هو اسايني، وهي المحال ايه اللي هو العكس، انا الاسايمر.
وهي اخطر ليه. طيب شويه عشان ما يخلوش بالكم خالص، يعني ملهاش دعوه بالديون الدال والمدين دي بيها دعوه طبعا. هي الكريديتور بيبقى المحل ليه؟ العلاقات القانونية متشعبة جدا، فأنا دلوقتي دائن ومدين، لكن أنا هعمل عقد أساينمنت، عقد حوالة حق، اسمي في العقد حوالة حق ده هيبقى إيه؟ هيبقى أساينمنت، عقد حوالة حق، حوالة حق، حوالة حق، مفيش مصطلح تاني، تحويل حق أو نقد ولا أي حاجة حق. عقد حوالة لا الحالة دي اللي هي نوبيشن حاجة تانية. لكن ده أساينمنت. تقصد الاطراف بيتغيروا؟ انا ممكن يبقى عندي مثلا عقد مكتوب لي فيه هو عقد اساينمنت، تمام، مكتوب لي فيه اساينيه واساينر كل شويه بين قوسين كريديتور وبين قوسين ديتور، تمام. فده الحاجات دي هو ده اللي بيخلينا لازم نعرف المعلومات دي، ده ليه بقى هنا محيل ومحال المشكله الفكره، تمام. فده اللي بيخلينا دايما بنلمس الحاجات. اوكي تعالوا بقى نشوف، انا عايزه بس اوصل لكم من التعريفات للمهندس وانتوا هتقروها وتطلعوا وتعملوا جلوسري. الاساينمنت بتاعت المره اللي جايه هيبقى جلوسري، تمام، لثلاث صفحات من المصطلحات. اوكي اللي هم اللي احنا بدأ اللي هم دول 26 27 28 يا ريت تكتبوا الحاجات دي، تمام. افضل ينزلوا على تمام، وهنحضر صفحتين جداد انا هقول لكم عليهم. لا انا مش عايزه نشتغل نفضل شغالين على التعريفات بس، يعني نخش في العقد ياخد عقد. انا النهارده هاخد معاكم كمان نشوف العقد ده. لا الجلوسري انتوا اللي هتعملوا الجلوسري بنفسكم، يعني انا هنا مثلا قاعده بترجم لقيته بيقول المقاول من الباطن، فعرفت ان المقاول من الباطن دي ساكن تراك، تمام. الاضافه بقى من عندك ان انت تقدر تبحث وتشوف ايه تاني ممكن تتقال ايه تاني. في ناس بيقولوها المقاول الباطن وفي ناس بيقولوها المقاول الفرعي، دي ادش مش مصر، لكن ان انا اعمل جلوسري دي في مصر، تمام. ده مهم قوي في سياق اصلا شغلنا وفي سياق اللي جاي في العقد ده. انا انت لازم يبقى عندك الفوكابلري اللازمه عشان تقدر تشتغل معايا واحنا بنترجم، تمام كده. وهحاول اخلي حد يكتب الفقرات دي بالانجلش وتبقى هي المعروضه بس هنا، عشان واحنا بنقارن الترجمه تبقى اللي قدامنا بس اللي هو السورس، تمام. تعالوا نشوف مين هو المقاول من الباطن، يعني ايه مين المره اللي فاتت حضر ويعرف المقاول من الباطن او عارفه اصلا من قبل كده، تمام. قول يا عمر، تمام. مين هو؟ مين هو تمام بيشتغل من التحديد، يبقى هو اللي بيشكل الشغل ده، تمام. تمام، للتوضيح لو حد مش عارف مين هو مقاول الباطن، انا صاحب العمل عندي فندق عايز هعمله، تمام، فجبت مقاول هيعمل التشييد والبناء والحاجات دي. المقاول في الفندق فيه تصميمات او فيه مثلا فيه تشطيبات او فيه اعمال ديكوريشنز او ما شابه، او اعمال اللي هي الاعمال الصحيه والكهربائيه والميكانيكيه والحاجات دي، فبيجيب مقاولين من الباطن، ممكن يبقى فيه مقاولين كتير من الباطن مش مقاول واحد، تمام. فهو ده السب كونتراكتور، تمام كده. زي ما هو ماشي بقى في كل التعريفات بيقصد به اي شخص في العقد مقاولا من الباطن لجزء من الاعمال، او اي شخص تم التعاقد معه من الباطن عن جزء من الاعمال بموافقه المهندس والخلفاء القانونيين لهذا الشخص في هذا الشخص، ولا يقصد به برضو اي محال اليه من هذا الشخص. التعريفات دي زي ما قلنا هدفها ان هو كل ما تدخل العقد تبقى فاهم انت بتتكلم على مين الاطراف اللي عندك وصفاتهم ايه في العقد اللي انت شغال عليه. تعال نشوف بقى engineer means the person appointed by the employer to act as engineer for the purposes of the contract and named as such in the part 2 of these conditions. المهندس، تمام، يقصد به الشخص المعين من قبل صاحب العمل،
ده الاسلوب ده مش صح. تمام. احنا بصوا احنا دايما هنلاقي في الترجمه اللي هي من فتره شويه كده قبل الخمس سنين الاخيره اللي بدات الناس تركز على الاخطاء الشائعه، هتلاقوا من قبل وتم وقامه والحاجات دي، وانا مش بعتبرها الحقيقه فيت المستيك، يعني هي غلط، هي خطا، هي مستيك بس مش فيت. ايوه ما اقولش من قبل، ما اقولش بواسطه، يعني احنا طب انا مضطره لها ليه؟ تعالي نبص على الجمله مثلا نبسطها مع بعض بالظبط. الافضل هو ان انت تستخدمي الاكتف على طول الخاص بي. الحاجات دي على فكره احيانا الجمله ما بترضاش تتعاد، بس احيانا لازم يعني احيانا بس لما التعاقد دي تعمليها لا تم او مكتوب تم التعاقد عدى فتره تم الترجمه لا ترجمة بس ترجمة التعاقد هنا مكتوب تم التعاقد يعني هنستبدلها يعني شيل تم لا ما فين السياق وانا اقول لك ان ده هيستبدلها بالظبط لو الاطراف موجودين هنقدر نشيل تم ونعمل اللي نجيب الفعل نفسه. طيب هقول لك دلوقتي حالا او شخص تم التعاقد معه من الباطن او شخص تعاقد معه مش حلو خالص. لا ممكن نقول مثلا او شخص ابرم معه عقد. احنا نغير سياق الجمله كلها، تعالوا نغير الجمله كلها كده. المقاول من الباطن ويقصد به اي شخص سميه اهو، ما قال سميه اهو، ما قالش تم التسميه عشان هو ده الصح. تمام. في العقد مقولا من الباطن لجزء من الاعمال او اي شخص أبرم معه عقد. بالضبط جدا، برافو عليك، حلو قوي. لها حل كل حاجه، بس احنا اوقات بيبقى مثلا الشغل مضغوط جدا ما عندناش فرصه ان احنا نركز قوي، فانت فلازم نطلع المعنى صح. والقصه بتاعه بقى الخطا الشائع ما مفيش عميل بيحسبها لنا في التمثيل، لكن احنا كمترجمين المفروض ان احنا واعيين، لازم عايزين اللغه بتاعتنا تبقى ثالثه وسليمه، عشان كده دايما بنتكلم في الاخطاء الشائعه. لا انا عايزاها ايوه، ما هو برضو احنا قلنا ان العميل له هنا اليد العليا شويه في الموضوع ده، لو هو حاجه هتخل بالمعنى ما بنفذهالوش، لكن لو حاجه دارجه ومتعارف عليها في مثلا زي اللوكاليزيشن والناس اللي بتستعمل المصطلحات دي بشكل مستمر، بيقول لك هو ده المتعارف عليه في الصناعه عندي، فهتيجي انت تغيرها لي، طب هو كده مش هيبقى صح؟ خلاص احنا بنمشي هنا تبع ما العميل عايز. بس في نفس الوقت انا ببقى عارف، انا شخصيا ما بترجمش بالاخطاء الشائعه عشان ببقى حاطه في بالي ان لو عند العميل حد لغه العربيه كويسه فهيجي حاسبني، فطبعا هيبقى انا غلطانه فبمشي صح. تمام. انت كنت بتسالي هنحلها ازاي؟ تمام. يقصد به الشخص المعين، الشخص الذي عينه رب العمل، صح كده؟ كده ابسط وكده اسهل، وما ضفناش حاجات ملهاش لازمه في الجمله. تمام. ممثل المهندس engineer representative، ده الشخص اللي بيعينه المهندس طبعا عشان يتلقى الاتصالات ويتواصل معنا. عايزين ننقل بقى نخش في العقد نفسه نشوف التفسير على الاقل، ودي زي ما قلنا التعريفات كل مره هناخد ثلاث صفحات. جدول الكميات بتستخدم كده في بعض الدول قائمه الكميات، بس طبعا المور كومن جدول الكميات. فين هي؟ بيلو كوانتيتيز دي جدول الكميات. تمام. في بعض الدول بتقول عليها قائمة الكميات، بس اللي هو الشائع أكثر جدول الكميات، وده اللي هو بيحدد بقى جدول الكميات بيبقى فيها أنا مثلا هشتري سلع أو ماتيريال، فبحدد في الجدول ده هو بيقول لي مثلا الماتيريال دي وسعرها كذا. تمام. هو اللي بيحدد كميات الاعمال، كميات المواد واسعارها. بيلو كوانتيتي موجوده مقرره في جدول الكميات، هي هنا قائمه الكميات عشان بتختلف المصطلحات بين الدوله. طبعا. تمام. المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الديفرنس بتوين كونتراكت تو اجريمنت، هنا اهو جايب لنا كونتراكت اجريمنت الاتفاق على العقد، يعني على ابرام العقد نفسه. تمام. ملحق العطاء ابندكس تو تندر، العطاء ده اللي هو بتبقى المناقصه، يعني في دول كتير بتترجم تندر
بترجمها مناقصه وبيترجموا بد عطاء. تمام. طبعا الاختلاف بين الدول ده هتعرفوه باي براك. تاريخ البدء بيترجموا تندر مناقصه وبيترجموا بد اي اي دي عطاء. تمام. اتفضل. تمام. تندرر بيدر في ده مناقص ومقدم العطاء بيدر. ده بيدر ده بيتقال عليه بيدر. ما هو انا المناقصة انا بطرح مناقصة هي التندر. الناس بتعمل بيد بتقدم عطاءات فانا التندرر. تمام. وفي بيدر اللي هو مقدم العطاء. التندرر اللي هو انضم خلاص للمناقصة من الاول اصلا قدم عطاء وبقى بيدر. تمام. تعالوا بقى نشوف هنا شو زي ما احنا ماشيين في البوست كده بس على التعريفات في السريع. المبالغ المحتجزة retention money. كله مكتوب وده هتلاقوا التعريفات ان شاء الله زي ما قلنا. كل مرة هناخد ثلاث صفحات من التعريفات نعمل بيها glossary عشان تساعدنا في الشغل اللي بعد كده. انا مش موجوده في الواتساب بس ما طب عموما احنا ان شاء الله الاستاذ عبد الله اكيد هينزلهم لكم تاني وهم دول اللي هنعمل منهم البلوس. البلوس دي هيبقى الكلمه بالانجلش والكلمه بالعربي. تمام. وهنقرا كويس قوي. تمام كده بس مش ده اللي هنترجمه احنا ده هنطلع منه جلوساري خلاص هنعديه. تمام. في الترجمه بقى عندنا وقت هنطلع كلمات ما عندناش وقت مش مشكله نعملها المره اللي بعدها. تمام. تعالوا نشوف عايز اسال حاجه بنحفظه في السياق. انا مش مع حفظ الكلمات يعني انا مش انا هقول لك حاجه بالظبط انا مش مع ان انا اقعد اجيب ديكشنري ولا اي حاجه واقعد احفظ منه كلمات لكن انا مع حفظ الكلمات في السياق. يعني انا مثلا بترجم في سياق المقاولات دلوقتي فلقيت ان كلمه كونتراكتور معناها مقاول وانا كنت عارفها متعاهد متعاقد او ما شابه فانا هقعد اركز جدا ان انا الكلمه دي كونتراكتور متعاقد متعاقد خلاص كده انا هحفظها. تمام. طب كده في سياق فبحفظش بس. تمام. تعالوا نشوف ده بيتكرر في كل العقود. هيدنجز اند مارجنال نوتس بيتكلم عن العقد كل ما احنا ماشيين في عناوين رئيسيه وفي عناوين جانبيه. تمام. The headings and the marginal notes in these conditions shall not be deemed part thereof. خدناش احنا دير نركز فيها عشان هقولها لكم. Or be taken into. احنا خدنا hereof لكن دي thereof ده المقابل ليها يعني. اوكي. نركز قوي في الجمله دي عشان هنشرحها مع بعض. The headings and marginal notes in these conditions shall not be deemed part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract. خلي بالنا بقى جدا من الجملة دي. نعم. دي برضه نفس الفكرة بس هنا بقى ايه؟ هتفهميها دلوقتي هي الفكرة ان هي مش هنا. ده رابع. يا هيرا سهل قوي تتفهم عشان كده انا شرحتها لوحدها لكن دي كان لازم تجيلنا في السياق عشان نفهمها مع بعض. بصوا كده معايا ده هيدنجز العناوين العناوين الرئيسيه. تمام. عناوين البنود يعني. والمارجنال نوتس هل هو ترجمها يعني الهوامش الجانبيه ولا ايه العناوين الجانبيه الفرعيه جدا العناوين الفرعيه او الجانبيه. اوكي. In these conditions بهذه الشروط shall not be deemed or considered تعد قطع تعد يعني ياخد العبرة واعتبره بيقولي الأبصار. تمام. هنا shall not be deemed part thereof. part thereof part من ايه؟ لو هنا لو there يبقى مش جزء من هذا العقد. thereof يعني لا تعتبر جزءا منها. ده عائد على ايه؟
العناوين من الشروط. ركز كده مع بعض هنجيبها. The headings and the marginal notes. اعتبر marginal notes مش موجودة عشان يبقى عندي حاجة واحدة اقدر اركز معاها. هجيبها معايا في الجملة دي. The headings in these conditions. تمام؟ shall not be deemed part thereof. The conditions part. Yes. تمام؟ يبقى دي احنا قلنا هناك here this this here اهي عشان ما ننساش this وبتعني ال contract او ال agreement او ال document او whatever انا شغال في ايه. بمونة. تمام؟ بالضبط. لما اقول here bar بتبقى بمونة. تمام؟ يبقى انا كده فهمت here. طب there that بالضبط. That يعني shall not be deemed part of that condition. وصلت؟ تمام. أخير. ما أي حد مش فاهمها أو نشرحتها. فهمتيها؟ بينهم وببحث ده كل مرة لازم أبحث عنها عشان. هو التفصيل ده بيوصلنا إن إحنا بنبتدي وإحنا مرتاحين عشان إحنا بنبقى فاهمين. تمام ممكن يكون مرهق في الأول أو نحط مهما مليان حاجات كتير قوي بس بعد كده بنفهم. تمام؟ نشرح تاني. اتفضلي. يعني هي دير اوف عملناها كده علشان الكونديشن الجمع لو كانت ممكن تبقى هيرو ولا ايه؟ نو ملهاش علاقه بالجمع ولا كل العقد طول ما انت ماشيه في اي عقود هتلاقي دير دير تو دير ان. ليه ما عملناش بهير ان؟ هو اللي عاملها لان الاشاره هير يقصد بيها الوثيقه دي فقط. يشير تشير الى شيء طبق ذكر. مش بالضروره ابدا يكون العقد. مش بالضروره ابدا تكون الوثيقه اللي انا بترجمها دي. فاهمه؟ يعني هي كل ما تيجي ابقى واثق ان هو عقده بالعقد او بالوثيقه اللي انا معايا هنا في اللي انا شغال عليها. لكن ذير يشار الى تشير الى شيء طبق ذكر في الجمله. ناخد مثال بسيط شويه. اللي هو السالب الثاني. بالضبط ثالث. برافو عليك. تعالى بقى ناخد جمله بسيطه هي هتوضح اللي انت قلته بالضبط. يا تعالوا نشوف جملة بطيئة شوية. بنعمل على كده صح قدام اسمنا بس في أول عمود على الشمال عشان نقسم بعد كده المجموعة اللي بعدها. أنا دلوقتي أنا قاضي. إحنا في محكمة وأنا القاضي. تمام؟ وشيماء كونتراكتور و علياء مثلا صاحب عمل. تمام؟ علياء اشتكت شيماء قدامي وجايه بتحتج بعقد. ماشي؟ غير يعني عقد مبرم بينهم او بنقول مثلا ده بملحق. جايه بتحتج قدامي انا بملحق عقد. تعالوا نشوف الجمله دي كده. نقول ده اللوير اللي هي علياء invoked upon annex مثلا to the contract and the conditions therein. I'm okay. تمام كده؟ condition in that contract. هاي in that annex. In that annex. Annex يعني ايه؟ ملحق ملحق. هي بتحتاج بايه؟ invoke الاول معناها يحتاج بيه. دي يحتاج بشيء يعني هي بتقول يا حضرة القاضي أنا عايزاك تحتكم للملحق على العقد. دي كلها على بعضها كده الملحق على العقد. العقد ده لا ينطبق على الملحق. تمام؟ الملحق على العقد ملحق رقم اثنين على العقد وعايزاك تحتكم ليه وأنا بحتج بالشروط اللي جاية فيه. على العقد تو ذا كونتراكت. تو أو أنكس تو ذا كونتراكت. تمام كده؟ يبقى هي هنا ليه قالت ديرن؟ هي بتتكلم على حاجه مشار اليها اهي اللي هو ده. فهمت انا
الجملة هتوصل لي المعنى. حط في بالي سهولة جدا اللي هي بتشير للوثيقة اللي معايا there أي مكان بقى البوزيشن اللي جاي وراها، فهي بتقول شيء ثبت ذكره زي ما قال سفيان السابق لغاية في نفس الجملة أو نفس المسج على بالظبط بالظبط تمام كده؟ لا طبعا there am المشار إليها في تمام؟ there to ممكن تيجي مثلا زي إيه؟ attached there to attached there to الملحق بي تمام وده نفس الفكره بتاعت الدراب زي ما بستخدم اوف بالضبط في اوف ذات تمام ان ذات تو ذات تمام دي طريقه بسيطه بتوصلنا ان احنا نقدر نبقى بندرج واحنا فاهمين تمام سجل صاحب العمل بالملحق 2 على العقد وبالشروط الواردة فيه أو بالشروط التي نص عليها بالشروط المذكورة في سياقه بالشروط المنص عليها في سياق الملحق لا هو احتاج بإيه؟ هو أنا لما باجي أقول إشارة اللي هي الهاء أو اللي هي فيه دي الهاء دي هتقول على مين؟ على الملحق أنا احتاج بإيه بالفاعل؟ أيوه بالظبط ده الفعل ده الفعل تمام؟ الامبلوير احتاج بالملحق مش الفعل ده المفعول به الامبلوير احتاج بالملحق ده وشروطه انتوا العقد ده خالص ده مش موجود انتوا دي اقصد هو بس انا بوضح لكم ان هو ملحق بالعقد ده الامبلوير انبوكت انكس تو اند ذا كونديشن ذير وضحت كده يعني الانكس قصدي في السنه بس احنا خدنا ليه على الكونديشن لا ممكن كده تمام اوكي وصلت كده تمام وصلت خالص ولا وصلت نص نص عموما انا هحط الحاجات دي كتير وهنشرحها كتير في العلم ده معلش في برضه وير تيجي وير وير اه وير كل ده هنشرحه عامل ايه؟ تمام كده؟ طيب تعالوا كده نشوف كلمتين انا برضو مش عايزه اقعد احط لكم معلومات في دماغكم وخلاص دي اخر حاجه هقولها دلوقتي ونخش بقى في التفكيره. نعم؟ الصياغ اكتر يعني بالظبط احنا عايزين نشتغل في الصياغه. ايه الفرق بين interpretation the interpretation or construction بالضبط يعني انت بالضبط برافو عليك هو ده انت كده جبتي المعنى مظبوط جدا تعالوا نشوف التفسير بقى عشان البنود دي بتتكرر في معظم العقود ومهم ان احنا نبقى عارفينها
interpretation اهو قال لك التفسير. تعالوا بقى نشوف ايه هو التفسير، يعني معناه ايه. تشمل الكلمات الداله، نشوف الانجليش الاول، words importing persons or parties shall include firms and corporations and any organizations having legal capacity. تمام، بيقول لنا ايه هو ده. انا دلوقتي مثلا عندي في العقد كلمه person. تمام، احنا طبعا عارفين انا person، والمكتب ممكن يبقى person، والشركه ممكن تبقى person. بس انا natural person، شخص طبيعي، الشركه artificial or legal or اعتبار، شخص اعتبار. تمام، artificial و legal الاثنين صح. تمام، و juristic ثلاثة دول معناهم اعتبار. تمام، يبقى احنا عارفين ان كلمة شخص مش بتعني بس ده، او بنعرف دلوقتي ان كلمة شخص مش بتعني بس شخص طبيعي، ده ممكن تبقى. عشان كده هو بيقول لي هنا كل ما تشوف كلمة شخص او اشخاص في العقد ده بيبقى بيتضمن، او المصطلح ده بيشمل الشركات، المؤسسات، واللي هو التنظيمات، اللي هو ايه؟ اللي عنده legal capacity، الأهلية القانونية. وبنشوفها في أماكن تانية legal character، اللي هي الشخصية الاعتبارية. تمام؟ شخصية أو الصفة الاعتبارية. نرجع برضو نشوف singular and plural، الجمع والمفرد. شوفوا التفسير ده مهم للقاضي نفسه في إيه. أنا لما أجي مثلا عندي words importing the singular also include shall only، اللي هو الكلمة المشار إليها بلفظ المفرد فقط. تمام، also include the plural and vice versa where the context requires. يعني أنا لو جالي كلمة مثلا وقلت مثلا المقاول، لما أجي أفسر يا حضرة القاضي أو يا اللي هتحكم بينا، يا حضرة المحكم أو يا حضرة المهندس، يا حضرة الاستشاري، تبقى عارف إن كلمة المقاول دي تشمل المقاولون. تمام كده، والمقاولون معناها برضو المقاول. هو كله ده، دي البنود اللي بتتكرر في كل حاجة، عشان كده احنا مع بعض بندرسها. انا متأكدة ان انتم لما تحضروا المرة اللي جاية، يعني انا الاستيعاب هيبقى اكتر من كده بكتير. تمام، تعالوا نشوف البند اللي بعده. Notice content approval certification certificates and determinations. الاختراق او الاشعارات، الاثنين صح. notices في دول بتستخدمها تستخدمها advice. تمام، بس هو ده اللي هو ايه، اختار ولا يختار بالاسم؟ هي في الجامعة تقريبا. لا advice، لو لا اعتقد advice هتبقى بالسي لو هو هتيجي معنا اختار. بس انا ما صدقتهاش خالص قبل كده، عندي نوتس والادفايس. عملت دي ايه ودي ايه؟ نوتس اشعار وادفايس. تمام، وطبعا لما الفعل يخطر او يكلف، بس هي يخطر يعني. تمام، احنا مره فاتت اخذنا ازاي نقول تو سيرف ا نوتس اون، او ازاي، ما اتكلمناش. يعني انا لما اجي ابعت اختار بعمله وبقول ايه، صح عمر؟ تمام. عموما لما اجي مثلا ابعت اختار بقول سيرف A notice on، دي كلها على بعضها كده ممكن معناها يخطر، وممكن نعمل notice جامعة اللي هي كمان notify، مش notify الشخص. يعني أنا I observe not on you، أنا هأخطرك أو هبعتلك إخطار. تمام، ونفس ممكن اقولها بس notify، وممكن اقول inform اللي هي معناها يعلن. تمام، تعالوا نشوف البند ده مع بعض. هو قال لنا على notices اختراق، consent موافقات، approvals مصادقات وبتيجي بمعنى اعتمادات، certificates شهادات، determinations طبعا قرارات. تمام، whatever in the contract provision is made for. ما تقرأنا يا أحمد أو أي حد تقرأنا؟ تقرأ يا عمر؟ أطبر لك الخط، شايف كده ولا إيه؟ English، ركز بقى.
ده كده صفر؟ لا هو كده كويس. تمام اتفضل. حد لسه ما سجلش؟ لو مش واضح الخط مش مشكله، ممكن حد تاني يقرا عادي. صح مين؟ طب اتفضلي وفاء. تمام. withheld or delay. برافو عليك. تمام. تعالوا بقى نشوف هنا المعاني ايه دي. حيثما ينص العقد على توجيه او اصدار اي اختار او موقف. حيثما والكلام ده قديم قوي، مستخدم مازال لحد الان، لكن نقدر ببساطه شديده جدا اذا نص العقد او يعني متى ما نص العقد، نفس الفكره، على توجيه او على توجيه او اصدار اي اختار او موافقه او مصادقه او شهاده او اتخاذ قرار من اي شخص، فيجب ان يكون، بصوا بقى هنا البند بينص على ايه، ان اي اختار او موافقه او مصادقه او شهاده او قرار لازم يكون ايه، مكتوب. طب انا لما اجي كقاضي احكم في القضيه اللي بتقدم لي العقد ده بناء على العقد، لو الاختار مش مكتوب هعتبره ما اتبعتش. فهنا الشرط ده الفايده بتاعه العقود اللي بتتعمل بين الطرفين. انا لما اجي احكم في نزاع بين الطرفين هشوف النصوص دي بتقول ايه، ان اللي هو كتابه ده بيبقى ايه، ان رايتنج، بنقولها برده مكتوبه. تمام. ما لم ينص على غير ذلك، دي الجمل المقيده للمعنى اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. هنا قايلها لنا ازاي، shall be in writing and the words notify, certify or determine. يبقى وتؤول الكلمات يخطر او يشهد او يقرر على النحو المتقدم. تمام. ولا يجوز دون سبب معقول، خلي بالكم الجمله دي بتتكرر كتير قوي قوي برضه، any such consent, approval, certificate or determination shall not، خلوا بالكم unreasonably دي هتشوفوها في كل تقريبا عقد، shall not unreasonably be withheld or delay. withheld هنا هو استخدمها ان انا يعني انا مثلا عايز المفروض كصاحب عمل هوافق على حاجه معينه، فانا مش من حقي ان امتنع عن الموافقه دي او اتاخر في اعطائها من غير ما يكون عندي سبب معقول، لان ده بيعتبر اجحاف او ظلم. تمام. اها. عشان او التراخي، تعدد المضافات. برافو عليكي، دي الذاكره اكتر شائعه. برافو عليكي. بصي هي بتمشي علشان، بصي بقى انت ممكن تيجي فقره مثلا وتبصي تلاقيه بيقول ايه، ساكي هاني عندها لها كلام الاول، ممكن تيجي فقره تلاقيه كاتب حاجات كتير 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 ورا بعض، هتلخبطي الدنيا. فدي بنستخدمها برضه مضطرين، زي ما قلت لك الليجل شويه على فهم. انا بعملها بس لما بعملها لا بتحس بغلطه. ايوه ما هي دي، هو ده. بصوا احنا ليه بنتكلم في الاخطاء الشائعه؟ لان في عملاء دلوقتي كتير جدا اتجهوا للعقل المستنير، يعني هو بداوا يصححوا الدنيا وابتدي اللغه العربيه كلها سليمه. فبالتالي هيجيب لك مراجع هيقول لك انت كتبت تم، انت غلط، انت كتبت من قبل، ده دي غلطه محسوبه، بيحصل فعلا تعدد المضافات. فاحنا بنشتغل صح ما لم يقتضي السياق، ان احنا مش عارفين نعملها كده. ما لم يقتضي العميل بالظبط. بالظبط. فخلاص هنا بتبقى مضطرا اسفا بقى ان انت مش عارف تجيبها غير الخاص بيه، عمال تروح وتيجي في الجمله مش نافعه. تمام. فدي بتبقى حالات معينه، ممكن مثلا ذهنك واقع، ممكن في وقت مضغوط، ممكن اسباب كتيره. تمام. اتفضلي. تؤول اللي هي كونستراكشن. لا كونستراكشن هي كونسترو يؤول، وهي كونستراكشن ده الناول منها. قصدك ان هو كونستراكت؟ ما هي برضه كونستراكت هتلاقيها في نفس السياق بمعنى يؤول العقد، بس كونسترو هتلاقيها كده وهتلاقيها كده. تمام.
هنا بقى هيتكلم عن المهندس وممثل المهندس engineer and engineer representative. متى ما بنقول اذا بحس ان هو اصلا الاستخدام مش عارفه ده استخدام دقيق ولا لا، بس من يعني من فتره كده ناقشناها وقلنا ان الافضل نستخدم متى ما ورد، مع يعني برده مش متاكده قوي برده، لا في حال مش صحيحه مش صحيحه اذا هو عايز يقول ان في كل مكان هنلاقي فيه المصطلح ده في العقد فاحنا هنعتبره كذا او هنفهمه بالطريقه الفلانيه. تمام. The engineer shall carry out. تعالوا نشوف هنا the engineer's duties and authority. كلمة authority أنا يعني لما قريت النص ده بنقولها power، لما يجي يقول سلطة تبقى power، لكن authority بتبقى صلاحية، لأن كتير قوي هنلاقي powers and authorities برضو في سياق نفس العقود اللي هي بتاعت construction، فهنقول سلطات وصلاحيات. تمام. The engineer shall carry out the duties specified in the contract. اهو ينفذ هنا carry out. تمام. وبنشوفها طبعا في حاجات كتير جدا، يتولى. تمام. على المهندس لان في power سلطة. تمام. تمام بقى بند ثابت وكتير جدا جدا بنلاقيه. على المهندس اهو استخدم هنا شال على، وده استخدام صحيح جدا ما فيهوش مشاكل، على المهندس ان ينفذ الواجبات المحدده له في العقد. تمام. هي جمله بسيطه قوي، نحاول نصيغها بطريقه ثانيه كده، لو حد عنده صياغه مختلفه خدوا وقتكم معاكم دقيقتين. برافو. طب نسمع اسمك ايه؟ هبه، وبعدين نسمع اللي قال ينفذ. برافو عليك. مين هيقول؟ تمام جدا. برافو. ينفع التي حددها له العقد ولا ما ينفعش؟ التي بقى؟ التي حددها له العقد. عادي مفيش مشكلة، ما مش غلط يعني. بس الثانية أكثر. لا أنا قلت يلتزم تنفع على فكرة. آه عادي. ما هو قال اللي محددة في العقد، لكن التي حددها العقد مش غلط. مش أسلوب غلط يعني. يعني هو بيقول التي نص عليها العقد. انا دايما بحب الجمله تكون مور يعني ثالثه اكتر، تكون مفهومه من غير لفظ. تمام. تعالوا نشوف بقى جمله كمان خفيفه كده، يعني حاجه نقدر نصيغها مره ثانيه. اكسبت از برضو من اساليب الاستثناء، لسه متكلمين عنها من شويه، منها اكسبت وانليس وغيرها. اكسبت از اكسبريسلي ستيتد ان ذا كونتراكت. الصيغه ممكن تكون بالنسبه لكم اللي ما قروش ليجل قبل كده غريبه شويه، لكن واضح ان انت بدات تقرا في الليجل دوكيومنت خلاص هتبقى خلاص دي الصيغه اللي انت متعرف عليها بالنسبه لك. بالضبط كده. ما لم، برافو، الاثنين صح. ما لم او باستثناء، انا بفضل برضو ما لم تبقى ابسط عادي. Accepted expressly stated in the contract, the engineer shall have no authority to relieve the contractor of any of his obligations under the contract. من ضمن برضو الحاجات اللي الناس كتير جدا بتعترض عليها في صياغه العقود استخدام هز لما يبقى الطرف مش عاقل، بتبقى ات. تمام. فبس هنا قايلها هز يعني حديثا عادي. حديثا يعني ايه بيحط ايه؟ بصي هو حديثا بيستخدم يعني ماست بدل شال وكل حاجه، بس انا بنتكلم على الليجل رولز. بدأوا يبسطوا الماست شال حاجه واحده؟ لا، هما دلوقتي عايزين يستخدموا ماست بدل شال. احنا شرحنا الكلام ده المره فاتت في بتاع الانجليش ليجل كامبين والشغل الاسماعيلي. لما تيجي في عقد شال وماست لو جت بقى مش مش صعب. يعني انت بتقولي كده وانا بحاول افتكر ان انا شفت الاثنين مع بعض، مش فاهم. بالضبط هو كده، يا اما هو خلاص بقى مودرن بقى وخلاص بقى تمام وبيستخدم الكلام العادي بتاع الناس عموما، يا اما هو لا بيستخدم الاسلوب القديم وماشي الشال وماشي كل حاجه. انا بمشي على الفعل المضارع رايح لكن لا بس اعتقد ان لو بحط له الشاء اللي هو بتدل على المستقبل يعني اللي هو ايه ويل سينفذ ويل تمام. بصي هو الحكم هنا ما اقدرش احكم الا لما اشوف السياق، يعني السياق نفسه هو يخليني اقول لك اعملي كده او لا، فهماني؟ Accepted expressly stated in the contract, the engineer shall have no authority to relieve the contractor of any of his obligations under the contract.
هنا احنا قلنا المره اللي فاتت هنا قال ليس للمهندس، ليس للمهندس باستثناء ما قد ينص عليه العقد صراحه. انا عايزه حد يعدل لي الجمله المقيده للمعنى دي. عمر هتقول حلو قوي، قول قول بقى. ما لم يرد، جميل جميل جدا، حلو قوي، ونقدر نحطها في الاول. بس هي هنا حسها ثقيله، متقله الجمله، حسها حتى ان في حشو. يعني ممكن نقول ايه مثلا؟ ما لم ينص العقد على غير ذلك، ما لم ينص العقد على غير ذلك صراحه، تمام، ليس للمهندس صلاحيات، على حسب ما انا فاهمه سلطه صلاحيه، ما اعرفش، ما دورتلهاش قبل كده على معنى ولقيتها سلطه، بس نتاكد برضو. ليس للمهندس ان يعفي، انا ممكن اقولها كده اصلا، هشيل الاوثوريتي دي اصلا. ليس للمهندس ان يعفي المقاول من اي من التزاماته، من التزاماته التي ينص عليها العقد، حتى طبقا للعقد هنا مش عاجباني، يعني الاسلوب نفسه التي ينص عليها بالالتزاماته الوارده في العقد. ما انا عايزه اوصف التزاماته، صح؟ التزاماته ايه؟ under the contract، تمام، هو طبقا للعقد مش غلط، بس انا اقصد ان انا عايزه اخلي الجمله الثالثه، التزاماته ايه؟ اوصف التزاماته ازاي؟ الوارده في العقد، ما هي under the contract، هو قصده بيها ايه؟ الالتزامات اللي العقد اتكلم عنها، صح ولا لا؟ تمام. هي نفس بتبقى، هي نفس الفكره، نفس تبقى او بموجب، انا كده التزمت قوي باللي هو under the contract. طب ما انا اقدر اخلي الجمله اقصى تقول التزاماته الوارده في العقد، فانا كده كاني وصفت التزاماتي فخليت الجمله ثانيه، تمام. طب لو جبنا الاستثناء في الاخر، حلو برضه، يعني لو قلنا الكلام ده ليس للمهندس ان يعفي المقاول من اي من التزاماته الوارده في العقد، ثم بقى ما لم ينص السياق على غير ذلك، صراحه مهم، ما لم ينص العقد على غير ذلك زي ما هو موجود. لا، ما لم ينص unless expressly stated ان ما لم ينص العقد على غير ذلك، صراحه تمام، وصراحه مهمه عشان ممكن تبقى مكانها implicitly، ما دام قال لي expressly ضمنيا، فلازم ما دام قال لي صراحه لازم اقولها صراحه، لان ممكن ينص في حته ثانيه على انه المعنى ضمني، لا هو هنا اصل معنى الصريح مش فقط. لا كتير قوي هتلاقيها ما لم ينص العقد على غير ذلك، يعني من الاساليب المستخدمه حتى فوق هنا اعتقد الجمله الطويله مش ما هي بتحكمك في ايه؟ ان انت ممكن فعلا تبقى عايز تبدا الجمله كده وتخلص. ايوه لان انت هتخش جوه تبص تلاقي جمل اعتراضيه ثانيه هتحطها فين؟ فلازم دي تبقى بدات بيها وانتهيت، لكن فعلا هي في الاخر حلوه جدا ما فيهاش مشكله. تمام، انا هكتفي بهذا القدر، تمام، لان انا حاسه ان دماغكم متحشت حاجات كتير قوي. انا عايزه تفقيق، يا ريت اللي عنده وقت يفرغ الكلام اللي احنا قلناه النهارده بقدر الاستطاعه، يعني اشوف مدى الاستيعاب، اقلل المعلومات ولا ازود ولا اعمل ايه بالظبط؟ ازود ولا اقلل؟ قولي يا هنا. المضاف الترجمه القانونيه زيها زي اي مجال اللغه العربيه اصلا، هي الحاكم هنا، هي اللي ليها اليد العليا. انا لازم النص، انا يعني من افضل التعليقات اللي جات لي على شغلي عموما من سنين سنين وما بنساهوش، النص ده ثابت كده ازاي؟ فالفكرة ان القارئ هيفهم، انا مش هسيب اي قاعدة قانونية، قواعد قانونية كده كده ما بتبهاش وماش ملتزمة بيها، لكن على الاقل اللغة العربية تبقى طالعة مفهومة وتبقى طالعة صحيحة، فهنا ما بتفرقش بقى هي قانونية او ادبية او غيره، لا هو الفكرة انا عندي الهدف ايه؟ ان انا اطلع لغة عربية سليمة، تمام؟ كنا قايلين هيبقى في اسئلة في الاخر، فلو اي حد عنده سؤال بقى يتفضل. لان في باور دايما بترك بيجي لي الاثنين مع بعض، فلو الادق في اوثوريتي ان هي سلطه ما كانش هيجيب باور معاها. لا دي سلطه غير دي، سلطه غير دي، تمام، اهو دي كهيئه، يعني حاجه توبه. وهنا يعني معناها اصلا يعني السلطه القضائيه مخصوصه بالقانون، فده معناها ان هي هيئه لها سلطه على حاجه او لها تحكم في حاجه.
هنا اللي هي ايه، انا اللي عندي باور وعندي اوثوريتي. تماما انا الاكل اللي هو بتساوي بس ايه، حاسس ان انا انت حاسس ان هي صحيحه يعني. طب انت هتفتكر ان انت تدور لنا على معانيها للمره اللي جايه في مونو لينجوال ديكشنري وتيجي تقول لنا ان انت لقيت معنى ايه معناها سلطه؟ انا موافقه، ما عنديش مشكله. اتفقنا تمام. حد تاني عنده سؤال؟ وفي كلمه معنى في الفرنسي، في كلمه معنى يعني كلمه كومبيتنس مثلا، في كلمه زيها مقابله بالايه؟ معناها يعني اختصاص، معناها كفاءة، معناها حاجات كتير قوي. لو انت بتتكلمي في سياق مثلا اختصاص تمام، بس تنفع هنا بقى انه ليس من اختصاصه انه يعمل كده، يعني معناها كده هي نفس المعنى. انا اقصد بقى ان كلمه اوثورتي هنا وكلمه باور كلهم الثلاثة بيشوفوا معنى واحد اللي هو بتاع الاختصاص. طب وارد، انا متفقه مع ده تمام. بمعنى الكلام ده كل واحده فيهم ليها تخصص، يعني الوار عندنا بالفرنسي زي باور تمام، زي اوثوريتي اوثوريتي، كل ده له معنى كبير بتاعه. المعنى تقصدي فيه معنى شامل وبعدين نخطط، ومعنى انه مش من صلاحيته انه يعمل كده تمام، من سلطته انه يعمل كذا، مش من اختصاصه انه يعمل كذا. حلو قوي، نفس الفكره، ان كل حاجه ليها معناها كبير. صحيح، معاكي حق جدا، متفق. لا متفق تماما، اللي هو قال وارد جدا طبعا، اكيد. شكرا ليك. انا مش عارفه كل شيء كل عايز تفضل، وانا مفيش معايا. انت ما جيتيش من الاول صح؟ لا من الاول النهارده، عشان احنا كنا بنجاوب على نفس السؤال بس بطريقه ثانيه صح ولا لا؟ نجاوبنا النهارده على طريقه البدايه، نجاوب تاني. بصي، هو انت اشتغلتي على عملتي ايه يعني في بقى لك قد ايه متخرجه، وعملتي ايه في حياتك؟ سايبه الترجمه ولا بتعملي ايه؟ حلو قوي. يعني الفتره اللي فاتت دي انت شغاله على مستواكي بالفعل. طب حلو جدا، ما هو ده انت لازم ده بتوضحيه، زي ما كنا لسه بنقول في الكفر ليتر بتاعك وانت بترسلي الشركات، انت بتجيبي شركات منين عشان ترسليهم؟ طيب ادخلي الصفحات الصفراء، هاتي الشركات بالكونتكست بتاعتهم. ما ايه يعني، ما هو يعود هو لو شاف مؤهلاتك ان انت مبتدئه لكنك شغاله على نفسك، بدل ما هو يجيب واحد خبره ب 5000 ولا مثلا، طبعا ده مش رقم الحقيقي، لا يجيب حد لسه مبتدئ مثلا ب 2000 او ب 3000. لو هو عنده ده، في ناس ما بتحبش كده وفي ناس بتحب، فهو انت ما تعرفيش فكر العميل ايه. بالظبط، بس ما تكذبيش يعني، انت قدمي ما تقوليلوش انا بقالي سنتين شغاله، عشان طبعا احنا بنبني شغلنا كله على ان احنا يكون في امانه وفي ثقه وفي مستقبل تمام. فبس اتقدمي وقولي له انا مؤهلاتي كذا واقدر اشتغل، لان انت شايفه نفسك فعلا تقدري تشتغلي. طب انا ما اقدرش اشتغل، اشتغل على نفسي يوصلني للمستوى اللي يخليني قادره اشتغل. اتفضلي. تقدري تقيمي نفسك بانك انت تترجمي ملفات مترجمة زي ما احنا بنترجم كده دلوقتي. انا دلوقتي قريت الجملة دي وقريت الجملة دي، ولقيت ان انا يعني بعد ما قريتها انا فهمت ان هو قصد مثلا بالانجينير ما كنتش اعرفه، فعرفت انها مهندس، وقصد ان هو اكسبت كذا ده باستثناء كذا، فجيت اترجم تاني مرة وقعت مني، بدل ما وقعت مني 4 أو 5 كلمات وقعت كلمة واحدة، بدل ما كنتش عارف اصيغ الجملة اول مرة صيغتها بطريقة ركيكة جدا، لا تاني مرة صيغتها افضل، ثالث مرة صيغتها افضل وافضل. طب انا في المره الرابعه والخامسه والسادسه، ما انا هقدر اقيم نفسي، ولما يجي لي عقد شبه ده، ما انا يعني انا عندي مرجع هرجع اترجم زيه، او هرجع ابص اشوفه مترجم ازاي، او اشوف انا نفسي لما ترجمت العقد ده كان الكلمه دي في السياق ده معناها ايه. هو ده التقييم، زي ما قلت وهفضل اقرر، انت المتدريب على ايد حد عنده سنوات خبره اكبر افضل 100 مره، لكن ده مش متاح لكل الناس. فانا ما بحبش اقعد في القوقعه دي واقول خلاص يا جماعه بقى ما فيش حد هيدربكم اقعدوا، لا نشوف البديل، وهنفضل برضو هنقدم وهنشتغل، وبعدين هيجي لنا فيدباك نتعلم منها، ولحد النهارده بنتعلم. ودايما اقول ما فيش حد كبير على النص، حد كبير على الترجمه، يعني انا ممكن امسك عقد ترجمه في ساعه وعقد ثاني قعدني 3 ايام عمال ادور على كلمات ومصطلحات، وحاسه ان ايه ده فعلا الوقت بقى بتاع الترجمه. يعني انا في ساعات بس بيقول لي
لا هو مفيش average، بس هو في البداية كلنا بنشتغل ببطء. ليه؟ انا ما عنديش لسه الفوكاب، ما عنديش لسه ما بفهمش بسرعة الانجليش، مش لغتي او مهما كان مستواي كويس فيه، بس لسه ما تمرستش فيه للدرجة اللي تخليني مجرد ما اقرأ الجملة هفهمها، لازم اقعد بعيد وازيد فيها. شهر اثنين ثلاثة اربعة بتدي كل مرة، وكل طول ما انا شغال بيقل بيقل، ده بيقل الوقت المستهلك، بيقل وقت البحث. لو انا مثلا بدأت اتدرب على مجال معين التعليم ليكن شهرين ثلاثة، وابتدي تبقى عندي معظم مصطلحات التعليم، فهبتدي للشهر الرابع بدل ما كنت باخد مثلا في الورقة ساعتين بقيت اخد فيها ساعة ونص، بقيت اخد فيها ساعة وهكذا. المشكلة صدقيني ان فعلا انا ممكن اقعد اترجم في قصيدة مثلا حوالي مثلا خمس او ست ابيات، جزء من قصيدة مثلا ممكن اخد يوم كامل قاعدة بترجم واشيل واحط واجيب وابحث واشوف. عايزي ايه المشكلة؟ انت دلوقتي مثلا في البداية واحدة بواحدة تبتدي تلاقي نفسك بترجمي اسرع. تمام؟ اتفضل. الكونتراكت. تمام. لا قول كل حاجة. لا ما قلناش شفهي، احنا قلنا شفهي ورجعنا عدلنا، قلنا اللي هو مش هو مكتوب ولكن مش الرسم، مش المعتاد دي مش ملزم قانونيا بالضبط. اه ده اللي قلناه. تمام اوكي. حاجه تاني؟ لو انا كنت بعت السي في جاي شركه معينه وبعت لي التايم تكنيكال كان في لي، انا ما عرفتش اترجم، ما عرفتش اللي هو رجعت. تمام. فكده ينفع شغلتي تاني؟ لا ينفع. تعملي اللي انت بتعرفيه وبعتيه وقولي له انا كنت عايزه. اه المشكله انا بشتغل في التخصص ده لكن ماليش في التخصص ده. عادي المشكله. اه المشكله دي كانت اول مره ليا. لا عادي جدا، ايه المشكله؟ وبعدين خلي بالك احنا ممكن نقدم في شركه مثلا في منظمه دوليه مثلا، انا بقدم لها من حوالي 5 سنين وما زلت مش يقفل وافضل اقدم لحد ما اشتغل فيها ان شاء الله. كل مره مثلا بيقع الامتحان مني على حاجه تكنيكال قوي، وانا مصممه ان كل سنه احسن عن السنه اللي قبلها، ما عنديش مشكله. نفس الفكره في الشركات، انت قدمتي السنه اللي فاتت نرجع لها تاني، يعني تقصدي اه المشكله اقدم تاني بمستوى افضل عشان انا شغال وبطور من نفسي، يبقى انا ما اصلش بقى مثلا ما افتكرش ان هم هيفضلوا فاكرينك كشخص يعني الا بقى لو الاتش ار واحده فاضيه ورا شكايه فهتفتكرك اكيد. انا في شركه بعتت لي فهم اتاخروا على ما بعتوا التست مشتم. تمام. اتصلوا جاي تاني بيقولوا لي انا بعت التست تاني بس التخصص تاني. طب ايه المشكله؟ حلو جدا. انا لسه بحكي مش عارفه بحكي لمين عن الشركه اللي انا بعت لهم. كنت قريت بس اعتذروا على التاخير. طب كويس. ده بيفرق شركه عن شركه اكيد، دول ناس بروفيشنال. تمام. هي بيبقى معايا عدد المتابعين تبعي. تمام. تبع التست اعتذرت عن التاخير، قالت هنبعت لك تيست هو مجال جديد. حلو. بس في شبه شويه من السبتايتل، قلت لها اوكي اجرب مش مشكله. فعلا اخدته اول مره ما حليتوش، بعتت لي بعد اسبوعين. كويس. هي ممكن تكون بتدور على تخصص معين. انا كانت في الشغل خالص قلت لها انا بعتذر، قالت لي معاكي لاخر الاسبوع. انا فعلا كان مجال جديد تماما عملته. كان في فليكسبيليتي بقى، الشركات المحترمه الكويسه بتديكي 5 عينات بتقولك اتليست اعملي 3 منهم بالظبط، ما تعملهمش كلهم. اللي بحس ان انا فعلا يعني ممكن اعمل حتى اقل من 3 طبعا. هو لما دام قال اتليست يبقى هو كده حدد لي اتليست يعني ايه اتليست؟ يعني انا لو تعملي 3 مش اقل من. بالنسبه برضو لعدم الرد على الايميلات، كنت لسه بحكي لحد واحنا في المطبخ عن شركه انا قريت على موقعهم. انت صح، على موقعهم الالكتروني السعر بتاعهم عجبني فحابه ان انا اشتغل معاهم. انا فضلت كل شويه ابعت لهم ايميل، قعدت شهر ما ردوش تاني، ابعت تاني وقعدت شهر وابعت تاني. ايوه في الاخر اشتغلت معاهم ازاي؟ اول ايميل جالي منهم ثانك يو فور يور نيومرس ايميل، يعني انت عرفتينا بس خلاص هنشغلك يعني. تمام. فهي الفكره هنا انه ما نيأسش، انا عاجبني الشركه دي وعاجبني مثلا اسعارها وعايزه اشتغل معاها. لا هو كده مش الحاح، ما انا لما اعدي شهر وابعت كده انت مهتمه بالشركه. بالظبط. لا ما هو مش هو القصه بقى مش تجليتي هنا، هو الشغل هنا اصل هو مش هيأذيني في حاجه ولا هيعملي بطريقه مش كويسه، انا بنفع على الشغل. ف
فايه الفكره بقى؟ الفكره انا بعرض مره واحده هقول لك انا بحددها ازاي. انا بحددها ازاي ان هم الشهر اللي فات ده ما كانوش عايزين مقدمين فما بصوش على السي في. طب يمكن الشهر ده عايزين. طبعا انا هتكلم بقى انا مشكله انا فهماك. ايوه تمام. ابعت السي في تاني وابعت الكفر ليتر تاني. عايز ايه مشكله؟ انا مش شايفه ان هي فيها مشكله ابدا لان انا الشركات مش كل شهر عايزين مترجمين. تمام. نفس الفكره كمان ممكن الاتش ار الموجود ده ما عجبوش. طب ممكن تغيروه بعد 3 4 شهور وعجبوا المهارات بتاعته. تمام. اوكي هقول لكم من عندكم تكتبي مطلوب مترجمين وجنبها السنه 2019 بتعرفي ان هم طالبين دلوقتي السنه دي. تمام. بصي انت تعرفيهم اصلا؟ طب لما بتبعتي لهم ما بيردوش عليكي اتكونت بينكم علاقه؟ طب خلاص انت بتبعتي ايميل هو مش عاجبهم خلاص بيبص عليكي ايش؟ لا ما فيش كرامه هنا. الكرامه دي لما انا اكون بشحت منه فانا كده كرامتي هتوجعني. لكن انا offering my services دي خدمات. انا مش بشتغل عند حد انا بقدم خدمه. تشوفوا التسويق بيحصل فيه ايه. وبعدين في طرق تسويق مش تمام. احنا كده بنشتغل تسويق عادي. انا ببعت لكم ان انا عندي السيرفيس الفلانيه بقدمها. ده التسويق مباشر. اللي هو احنا بقى بننشر عن نفسنا وبنتكلم احنا بنترجم ايه ودلوقتي مستوانا واصل لايه. طب القطعه دي اخبارها ايه؟ في عميل ممكن هو يعلق على الترجمه ويروح يشغل الناس وبيحصل كتير قوي. نعم. بس بس كلمه في العقد الاتفاق دي عايز اوضحها. ان الاتفاق بيتحول لعقد. فدخل تحت وظف الحكم. ازاي؟ يعني ممكن مثلا اعمل عقد بينه وبين اي حد عقد عادي بعد يعمل سنه وكلام زي كده. لكن لو راح وعمل صحه توقيع خلاص بقى عقد. من اول اتفاق. تمام ده بينص عليه القانون يعني؟ انا ما اعرفهاش بس تمام. اي عقد كان في الاول اتفاق. تمام. هو الاستاذ خريج شريعه وقانون فطبعا هيفيدنا ان شاء الله في التنفيذ القانوني. تمام. اي عقد في الاول بقى اتفاق. حتى ما يتحط تحت دفتر القانون خلاص كده بقى عقد. حلو جدا ممتاز شكرا. لا ما سمعتش حاجه. سليم خلصت عشان لو مثلا لو اي شخص احنا مثلا شهر عشان نعمل توكيل له. ما دام احنا كتبنا البنوك كلها ولسه شهر العقاري ما سجلش عندك الدفتر بتاعه هو اتفاق. تمام. ممكن يبقى اتفاق ما بيننا وما سجلش شهر عقاري ونمشي عليه. لكن لما نيجي نروح للمحكمه يحصل نزاع. ودي المحكمه ما تاخدش بيه. لا المحكمه تاخد بيه لو نعمل صحيح توقيع واثبت الشواهد ان الاتفاق ده كان ما بيننا وفي شهود عليه. تقصد ان هو حتى لو ما سجلش في شهر العقاري فهو تمام. لما يبقى في نزاع بيتحول العقد ده لمحكمه واعمل عليه صحيح توقيع. تمام. يعني لو ما تسجلش بس اتعمل عليه صحه التوقيع زي التسجيل. تمام جدا. تمام شكرا ليك يا محمد. حلو قوي. العقد الابتدائي عقد ابتدائي انا ما سجلش ما سجلش بس مسجلش. اتفضلي هاجي لك. فكرة تمام. جدا جدا ما بيحصل فعلا. هنود وغيره. وهنود ومصريين خلي بالك. ما هو بصي زي ما قلت لك لسه بتكلم من شويه احنا عندنا في مشكله كبيره قوي عشوائيه السوق. ان اي حد يحس ان هو الانجليش بتاعه كويس شويه. انا مش ضد ان اي حد من اي كليه اي مكان تخش الترجمه ده رزق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدخله للناس. لكن اقصد ان هو يبقى فيه اساسيات فاونديشن ماشي عليها هو عنده البيسكس كلها اللي هو محتاجها عشان يبقى تعلم الترجمه. طبعا مهم جدا مهم. بيجيبهم منين؟ بصي السؤال بتاعك متشعب. انت حددي انت عايزه الناس دول هم اللي بيجيبوا مترجمين منين؟ ما انا هقول لك حاجه. بصي احنا مثلا في عميل ممكن يكون شركه وشركه محترمه وكويسه وكل حاجه وهم عملوا اعلان في الرابطه او في جروب مترجمي الاردن او في اي جروب اي مكان او على لينكدين او في اي حته. اوكي.
وراح لهم مترجمين او عاملين فيها مترجمين مش مترجمين اصلا. فبالتالي انا بشتغل الورقه ب 100 جنيه، لا ده هو بشتغلها ب 10 مثلا، ده على سبيل المثال. تمام، طب هو ليه قال 10؟ عشان هو قاعد حسبها، الدنيا بالنسبه له سهله، ده انا هشتغل 10 صفحات في اليوم، يا ده انا هعمل 100 جنيه في اليوم، 3000 جنيه في اليوم وانا قاعد في البيت. هو مش فاهم ان ده مش كده، دي مش كده اصلا. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ وكتير قوي قوي بتجيلي شكاوى انا في الرابطه من القصه دي، ان العميل بيبعت له الملف بيتنح، بيقفل الايميل ويقفل الفيسبوك من العميل، بلوك ويعمل بلوك من العميل وبس خلاص. بس الفكره ان هنا ده العميل، فكره ان في ناس حتى لو هم ومشي، بس في ناس بتشتغل باسعار قليله. بس هو انا هنا طبعا هيجي لي شغل بتعتمد على بصي انا عايزه اقول لك ان النص اللي مش تمام، النص اللي مش تمام مهما عملتي فيه كله هيفضل مش تمام. يعني مهما كان المراجع متمكن في رايي الشخصي، واللي انا جربته حاجات كتير جدا جدا، ان لو النص مش مترجم بنسبه على الاقل 60-80% فالمراجع مش هيعرف يعمل من التاريخ شربات. يعني صعب. ايوه ده بيبقى شغل بقى الكوميرشال، اللي هو مش مهم بالنسبه له الجوده، عايز الشغل يترجم في الفهم وخلاص. زي ما قلنا صفحات الصفرة، انت عايزه ترجتي النوع من انه من العمل، النوع انه تمام. نفس القصة، انت عايزه تروحي العميل مباشر صح كده؟ انت عايزه تروحي للعميل مباشر، مش عايزه يكون في بينك وبينه وسيط. خش الصفحات الصفرة واكتبي انت في دماغك على جوجل. استنوا واحده ثانيه، اكتبي وعلمت في يعني حاجات كتير. ده انا بس كل اللي بيجي في دماغي صفحات الصفرة انديد، الحاجات اللي بتيجي في بالي بس دي بقولها لكم، لكن ده من ضمن الامثله مثلا. عارفه لو كتبت تخصص مثلا ليجل ترانسليشن كومباني بالظبط هتجدي يعني. تعالي نكتب مثلا صفحات الصفراء في السعوديه. تمام، ادينا ندخل هنا كده. خليكم معانا يا شباب. تمام، النت صعب قوي هنا كده. بيكون في سيرش اهو، انت عايزه مثلا توصلي مصانع بصي هو في الخانه دي، هو عشان بس النت في حاجه تقريبا مش عارفه ولا ايه المشكله. هنا هنكتب مصانع، انت قلتي ايه؟ الاغذيه، اي حاجه تيجي في بالك هتكتبي هيطلع لك، تبتدي تراسليهم. انت هتاخدي الكونتاكت بتاعتهم وتبتدي تبعتي لهم شركات مثلا المقاولات، شركات المحاماه، شركات اي شركه بقى، اي نوع شركات انت عايزه تتواصلي معاها هتجيبيه من صفحه دي هي بتبقى فيها البيانات. حاولي تخشي الموقع. من الحاجات المهمه اللي انت تقدري تعمليها ان انت لو هم حاطين ويب سايت هتخشي وتشوفي يتصل بينا او الاتش ار او الحاجات الكارير وتترسلي، يعني تبذلي بس مجهود شويه. انا على فكره كل شويه ببعت، كل ما الاقي الدنيا هديت عندي ببعت. ساعات كتير جدا بيبقى لود الشغل كتير والعملاء هم اللي بيقولوا لي ما بيبقاش عندي وقت ابعت، فاهمة؟ فطول عمرنا هنفضل بندافع العملاء عشان يبقى عندي فرصه افضل. انا دلوقتي بشتغل بريت حلو مثلا، بس انا مش ممكن يبقى عندي ريت افضل من ده، فليه انا ما اسعاش يبقى عندي قاعده عملاء افضل؟ فهنفضل طول عمرنا. تمام؟ جايه لك. اتفضلي. لا انا بكلمها هي، قولي انت. اه مثلا بصي ما هو بدون خبره دي لا، انا بشوف ان الافضل تشتغلي لوكال لحد ما تثبتي نفسك، مش عشان العميل المصري هيكروت لا، بس على الاقل هيبقى عندك يعني كده كده. اه السعر كمان بيبقى قليل شويه، فهو بيبقى عارف ان الجوده برده مش هتبقى بيرفكت. لكن انت لما تتواصلي بقى مع عملاء اجانب، مع عملاء لازم في شيت كده بتجيلنا على الميس ترانسليشن درجه، على كذا كذا عدم فهم الترجمه نفس نقل الترجمه غلط، سيبنا ترجمه ده عليها درجه وهكذا. فلازم تبقي انت برضو على الاقل عندك مستوى كويس يؤهلك لده. بالظبط نتدرب. اه بالظبط.
اتفضلي. طب هتكلم في النقابه بس هاخد سؤالها الاول. اتفضلي عشان انا قاعده من الصبح. اتفضلي. هو انا عايزه تمام. انا بابا محامي. حلو قوي. تخليه ايه ده يا سلام، يعني استضيفيني عندكم 3 شهور وانا استغله احسن استغلال. بص يا ست الكل، احنا دلوقتي هنتدرب على الليجل تمام. طب انا اي حاجه مش فاهماها لازم يشرحها لك. يعني انا مثلا قاعده بترجم معاه ولقيته بيقول بموجب الماده 3 في مثلا قانون العمل، يا بابا تعالى اشرح لي الماده 3 في قانون العمل. طبعا طبعا اقري كمان كتب القانون كل ما تقدري تقري. يعني انا قريت كتير جدا من كتب حقوق، كنت مثلا ابقى بدور على نظريه الحق فلاقي ان انا لو قريت كتاب الفلاني في مثلا سنه كذا في كليه الحقوق هيفهمني قوي نظريه الحق، هيفهمني كذا اقعد اقرا. كل ما بتقري اكتر كل ما مستواكي بيكون افضل، كل ما الباك جراوند عندك تبقى حلوه تفهمي الاصل تفهمي السورس انت كده ترجمتك بتبقى حلوه جدا. يعني ممكن كمان استغل ان هو اصلا بس انت مصممه تستغلي. ممكن طبعا الصياغه، يعني انت مثلا بتصيغي جمله حاسه ان انت ممكن هو يبقى عنده صياغه افضل. يا بابا الجمله دي انا قلتها كده، انت ممكن تقولها لي ازاي؟ حلو قوي، يعني فرصه. ربنا يبارك لك فيه يا رب. اتفضل النقابه. طب هاخد سؤال ولا لا؟ بصي هو الموضوع له علاقه شويه بال يعني بالسياسه، سياسه الدوله. طب انتوا ليه عايزين نقابة يا جماعة؟ بالظبط كده. انتوا ليه عايزين نقابة؟ لا كلكم كده مع بعض ولا سمعت ولا أي حاجة. ممكن تقولي يا رندا ليه عايزة نقابة؟ خالص بقى ان هي قليلة، دي مثلا هي قليلة عالية. طيب تمام حلو، قولي انت. حلو قوي برضه، هرد عليكي وهرد على رندا. قولي انت كمان. طيب انا هقول لكم بقى unpopular opinion. تمام، بالحاجات دي متسجله يعني هتشرد ان شاء الله. انا شايفه ان النقابات في مصر، انت مهندس انت مستفيد منها حاجه؟ لا مش فاهم. تمام، بالضبط نوع المصيف بقى المصايف بقى لكن في طيب. هل لو في نقابة، انت بتقولي علشان الناس الدخلاء والكلام ده، هل لو في نقابة هتقدر تمنع الدخلاء؟ لا. ليه؟ هل لو في نقابة بالضبط هتدخلهم؟ هل لو في نقابة هتقدر تفرض ريت معين؟ طب هو النقابه هتقول ما حدش اشتغل اقل من 200 جنيه في الورقه، وانا عايز اشتغل، انا عايز فلوس، اروح اشتغل 50 او حد ما حدش يشتغل غير خريج كليه بالظبط. هتعرف ازاي؟ ما حدش عارف طبعا، ده مجال حر. النقطه المهمه يعني عشان نبقى مدركين تاني، هقول اللي قلته او بقوله دايما، ان المفتاح ان انا اشوف الصوره صح، اعرف خريطه الطريق صح، اعرف ان انا لو معايا المهارات المطلوبه وعارف المجالات اللي الناس بتطلبها وانا مستوايا كويس هلاقي الشغل وهبقى ماشي كويس. مش هيهمني بقى ان في دخلاء ولا مفيش، يعني هيبقى الدخلاء دول بيعقوا بيشتغلوا الصفحه اللي ب 10 جنيه و 20 جنيه و 30 جنيه والكلام ده مش هيفرق معايا، انا هبقى شغال في ليفل تاني اصلا وليا عملاء بتوعي والمحتوى تاني. طيب السؤال ازاي اوصل للمحتوى ده؟ زي ما قلنا كده، رقم واحد اعرف ايه المطلوب، ايه المهارات المطلوبه، ايه المجالات المطلوبه وابتدي اشتغل عليها. زي ما استاذه حمدي قالت، رقم واحد انا كمان اعرف انا مستواي فين دلوقتي، انا ايه اللي ناقصني وبناء عليه محتاج اعمل ايه. وده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال النادي، ان احنا كل مره بنتكلم عن موضوعات مختلفه، بنتكلم عن مهارات مختلفه، ومن خلال تبادل الخبرات فكل واحد بيسمع وبيعرف انا المفروض اتعلم 1 2 3. والحمد لله خلال الفتره الاجتماعات اللي فاتت يعني في ناس حصل معاهم نقلات كويسه طبعا، فالحمد لله دي يعني. بس موضوع محتاج شويه متابعه، موضوع اللي احنا عاملينه على حاجه لونج تيرم هتجيب نتيجه بس بعد
اللي بيتابع مره في مره في مره في مره هيبتدي يكتشف انا ناقصني كذا. طيب انا مثلا عايز في مجال مثلا زي السبتايتلنج زي شيماء ادينا محاضره هنتعلم مثلا النهارده موضوع الكاتوس والترادوس. فمره في مره قبل كده احنا مثلا دخلنا في حاجات اكثر تقدما مثلا زي موضوع ازاي بنعرب الويب سايتس بتاعت لو حد عنده شغل لوكاليزيشن ويب سايتس شفنا مثلا موضوع الاتش تي ام ال لغه الاتش تي ام ال خدناها كده بيزكس بتاعتها خدنا حاجات في اللوكاليزيشن ازاي اظبط الدايركشن بتاع التكست او حاجات زي كده. دي حاجات في ناس مترجمين خبره 10 15 سنه وما يعرفوش الكلام ده فعلا. اوكي فالموضوع بالمتابعه هتلاقي نفسك ابتديت تعرف وابتديت تحط رجليك. بس اللي ناقص يعني كل اللي احنا بنقوله ده ان احنا بس بننور الطريق قدامك. الفيصل الاكبر هو انت بقى هتجتهد وتعمل اللي عليك ولا لا. زي ما قلت كده اهم حاجتين بتعطل الناس هي اللغه العربيه الضعيفه او ان انا ما عنديش معرفه بالموضوعات اللي احنا والمجالات اللي احنا بنشتغل عليها. مطلوب مني مثلا في شغل كتير جدا زي ما بقول مثلا مجال التكنيكال في شغل كتير جدا في مشروع عسكري واحد كان 7 مليون كلمه اشتغلت فيه 4 شركات في مصر لمده سنتين. ده مثال مشروع واحد بس. اوكي فالمشاريع التكنيكال دي مثال. مشاريع السوفت وير احنا كنا لسه بنترجم حاجه بتاعت سوفت وير اجريمنت بتاعت الاند يوزر اجريمنت حاجه تكنيكال شويه. دي لوحدها كانت 6000 كلمه عملناها مره وبعدها باسبوع لانها بعد لها ابديت تاني. فالحاجات دي موجوده بس النقطه ان انت لازم تكون انت اللي مستعد عشان توصل للمستوى ده. لو صبرت شويه في الاول واشتغلت على مهاراتك مش هيفرق بقى معاك كل التفاصيل اللي شغاله في السوق دي. يعني مش هتسمع الشكاوي دي غير من الناس اللي لسه بيبتدوا او ما عندهمش القدر الكافي من المهارات. المترجمين الخبره اللي عندهم مؤهلين بالاسباب ومبذلين المجهود اللي عليهم مش هتسمع الشكاوي دي منهم. اوكي فدي نقطه مهمه. يعني اللي بيبقى موجود بس بيسمع الشكاوي بيتهيأ ان هو ده الوضع لكن مش واخد بالك اصلا ان في ناس شغاله في مستوى تاني وفي ليفل تاني والوضع عندها الحمد لله احسن من كده كتير. اوكي طيب في حد عنده اسئله تانية استاذه حمديه؟ هي سؤالك انت بس تمام لا اوكي هشرحها لك بسرعه. طب ما احنا لسه مجاوبين على السؤال ده حالا لزينب. صح يا زينب؟ يعني احنا انت خريجه ايه اصلا؟ طيب هو برضو هو بدايه الشغل خالص انت تبقي ضامنه ان مستواكي في اللغه اللي هتنقلي منها واليها مظبوط. يعني ما تجيش لغه على حساب يعني ابدا اشتغل مع نفسي اكتر في العموم ولا ابدا اخصص حاجه معينه؟ لا تجيبي نصوص في العموم في الاول. يعني في الاول يا ريت طبعا لو انت مثلا بتشتغلي حاجه بسيطه في الاول بحيث ان انت ما تتعبش شوفي نص مثلا تعليمي نص عن القياده عن الاداره حاجات عامه جنرال تمام ويكون مترجم يعني اللغه اللي انت هتنقلي ايه تمام. فبالتقدر هيخليك دي واحده بواحده تخش في المجال اكتر يعني اخر حاجه تمام وهسيبكم احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن قلنا الشاب مين ذا اوبليجيشن. طيب هنا بنسال عن مي. مي جيف ذا مين بيرميشن تمام. يعني انا لما اشوف مثلا رانا مي مثلا هي مثلا employ more than two of her friends ده سيناريو متخيل. يعني رانا وظيفه شركه تمام فالمدير قال لها قال ان رانا دي يجوز لها انها تعين اكثر من اثنين من اصدقائها. هو هنا عمل ايه؟ اداها بيرميشن. تخيل ده في سياق عقد دي جمل ممكن تكون مش بقى اي عقد. انا لما باجي اشرح مثلا بجيب اي جمله خلاص المهم ان هي تديني المثال. هنا اداها ايه؟ بيرميشن تمام. فهنا في الليجل لانجوج البيرميشن بيعبر عنه بالفعل يس تمام او لرانا او لها لا بس قول لها لا الحق لا ولا يسمح لها يقول لها ولا يقول لها
حاول حاجه ثانيه. بص احنا بنعبر عن البرميشن في الليجل العربي في الليجل لانجويج يا اما يسوس يا اما لي. ده البرميشن ليه لو حضرتك في الاخر مثال لو وليس المهندس باوربوينت ده وهم بس تحدد لهم ثلاث صفحات اللي هيعملوهم في الجلوسري والصفحتين اللي هيترجموهم.